يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير السلام عليكم ورحمه الله ان شاء الله تكونوا بخير جميعا يا بناتي ويا أولادي القليل إن شاء الله النهاردة كده نكمل جزء جديد في الـ Adverse Drug Reactions. إحنا خلصنا نوعين من الأنواع بتاعة الأعراض الجانبية للدواء اللي هي Type A وإمبارح شرحنا Type B وقلنا Type B ده مهم في المذاكرة واتفقنا إن Type B هي اختصار لكلمة اسمها بيزار غريب أو شاذ وعرفنا إن هي هذه الأعراض الجانبية بتبقى Unpredictable غير قابلة للتنبؤ لأن هي ليس لها علاقة بالنورمال فارماكولوجي بتاع الدواء. ورجعنا قسمنا تايب بي الى نوعين نوع اسمه الرجي او الهايبر وعرفنا الخواص بتاعته بقى وافتكرنا الديفينيشن هو رد فعل غير طبيعي وغير متوقع بسبب تفاعل ما بين الدواء اللي هو الانتيجين وما بين جسم مضاد اللي هو الانتي وعرفنا الدواء نفسه بقى ممكن يكون هو الانتيجين وممكن يكون الميتابولايت بتاعه هو الانتيجين. وجايز يكون الدواء بقى عبارة عن هابتن زي ما اتفقنا بيشبك في بروتين من جسمنا ويتحول إلى جسم غريب وعرفنا القواعد بقى لو يعني فاكرين كده الألرجي مش بتحصل في كل الأدوية مش بتحصل في كل العيانين ما بتحصلش في أول تعرض للدواء هياش لها علاقة بالجرعة لكن بين قوسين كده عرفنا أعراض الألرجي هي اللي لها علاقة بالجرعة كل ما زادت الدوز بتاعت الدواء كل ما كان لو أنا ألرجيك ليه يعني زادت الأعراض بتاعت الحساسية واخر قانون لو حصل منه الرجي مره الدواء ده لا يستخدم مره اخرى آه اتمنى تكون عرفنا مصطلح كروس الرجي لو انا عندي الرجي لدواء معين ممكن لو اخذت دواء تاني ليه تشابه كيميائي مع الدواء اللي انا الرجيك منه يحصل نفس اعراض الالرجي وقلنا المثال بقى المضادات الحيويه زي البنسلينز مع سيفالوسبورينز آه النوع الثاني في تايب بي كان اسمه إيديو ايديوسينكراسي اللي هو باي ديفينيشن كده تعريفا هو عبارة عن unpredictable abnormal drug response due to genetic abnormality يعني رد فعل برضو غير متوقع وغير طبيعي بس سببه هنا بقى خلل في الجينات خلقة ربنا بقى العيان ده ربنا خلقه عنده مشكلة في الجينيتكس الفرق الأساسي بينها وبين الألرجي إنها ممكن بتحصل من أول تعرض للدواء وقلنا إن النموذجين اللي علينا بقى كإكزامبلز الهيموليتيك أنيميا اللي بتحصل في الناس اللي ربنا خلقهم عندهم نقص في الجي 6 بي دي في الار بي سيز لو تعرضوا لادويه زي البريما كوين بتاع الملاريا او الاسبرين او السلفا سلفونامايدز هيحصل لهم هيموليتيك انيميا المثل التاني كان مثل متكرر بالنسبه لنا في المنهج لو انا عندي ديفيشنسي في انزيم اسمه سودو كولين استريز او سميناه بقى الاسم الادق الحقيقه بلازما كولين استريز واخدت دواء اسمه ساكسينال كولين مش هعرف اكسره فادخل في مشكله عدم تنفس سميناها ساكسينال كولين ابنيا النهارده كده على بركه الله نبدا تايب جديد اللي هو بنسميه تايب سي. واتفقنا مع بعض كده في الاول ان تايب سي ده او حرف السي اختصار كلمه كرونيك يعني رد فعل او عيب من الاثار الجانبيه للدواء بتحصل مع التعرض للدواء فتره طويله مع التعرض المزمن. فبنقول عليه كرونيك يوز او بنقول عليه برولونجد يوز، برولونجد يعني مقصود بها استخدامه لفتره زمنيه طويله. الكلام ده موجود عندنا في الكتاب صفحه 21 واتفقنا يعني الـ 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 الاسهل بالنسبه لكم المذاكره من الكتاب مش من المذكره لكن برضو اللي متمسك بالمذكره يعني هيلاقي ان شاء الله نفس الكلام موجود من اول صفحه واحد 31 بعد الجدول بتاع انواع الاديوسينكراتيك ريأكشن هتلاقي مكتوب كده نمره ثلاثه تايب سي وبين قوسين كرونيك اول نوع من او اول احتمال تحت تايب سي ده حاجه بنسميها تولرانس واعتقد ان الكلمه دي مش غريبه علينا بس قبل ما اقولها لك انت فاكر في تايب ايه كان في حاجه اسمها سوبر سنسيتيفيتي وكان معناها دراج انتولرانس مش كده ان العيان ياخد جرعه عاديه ويحصل عنده رد فعل طبيعي ولكنه مبالغ فيه وسميناها دراج انتولرانس دراج انتولرانس هنا بقى العكس ده يقول عليها تولرانس يعني decreased or failed response to the drugs يعني مع الوقت مع استخدام الدواء اوعى تنسى الكلام ده بيحصل على المدى البعيد مع استخدام الدواء فترات طويلة هيقل او هيفشل ان انا اخد ريسبونس من الدواء الحل اللي طبعا في حلول كتيرة لكن الحل اللي عليك يا اما افضل ازود الجرعات وده قد يؤدي الى مشكلة ان شاء الله هنعرفها كمان شوية يبقى ايذر انكريز ذا دوز اوف ذا دراج او الحل ان انا اوقف الدواء فور time تايم اوقف الدواء مؤقتا وبعدين ارجع له تاني ونعرف تفسير فكرة ان انا اوقف الدواء شوية وبعدين ارجع له زي ما نقول ان شاء الله حالا ان التولرانس از ريفيرسيبل يعني انا لو تعودت على دواء مش هفضل طول عمري متعود عليه مش هفضل طول عمري توليرنت للدواء لا مجرد ما هوقف الدواء شويه هيرجع رد فعل الدواء لما اجي استخدمه مره تانية هيرجع رد فعل عادي جدا يبقى ده الفكره بتاعت ان انا لما اجي اتعامل في حالات التوليرنس يا اما افضل ازود الدوزس اوف ذا دراج يا اما ستوب ذا دراج فور سام تايم طيب النقطه اللي بعد كده بقى في انواع من التوليرنس الكلام ده ان شاء الله هيتذاكر سريعا هيتقري كويس لو جه سؤال ام سي كيو فيه هبقى فاهم واقول لك باذن الله واحنا ماشيين كده ايه الحاجات المهمه اللي تركز عليها لان تايب سي ده يعني برضو في كلام كتير يمكن يعني طبيا ما بقاش ثابت بقى فيه متغيرات لكن يعني على قد المنهج بتاعنا ان شاء الله هنعرف ان فيه نوعين من التولرنس نوع اسمه congenital tolerance نوع وراثي او يسموه inborn inborn يعني اتولدنا بيه بقى يقول عليه congenital او بين قوسين inborn tolerance يعني انا اصلا نازل كده ربنا خلقني عندي تولرنس لحاجات معينه كويس مش من استخدام الدواء بقى فترات طويله ولا حاجه النوع ده من التولرانس بنرجع نقسمه الى ثلاث انواع نوع اسمه ريشيال ريشيال كلمه ريس عشان احنا برضو لسه جداد في الانجليزي شويه ريس معناها عرق بشري يعني كلنا عارفين الاعراق في الجنس الاصفر بتوع الاسيويين في الجنس الابيض بتوع الاوروبيين في الجنس الاسود بتوع الافارقه في الهسبانيكس بتوع اسبانيا بقى والجزء بتاع امريكا الجنوبيه دي سموها الاعراق اعراق ففي لقوا في بعض الاعراق بتبقى رد فعلهم ناحيه الادويه مختلف عن بقيه الاعراق هو الحقيقه كتاب القسم كاتب فريشال تولرانس يبقى تولرانس سببها جنس بشري معين تلاقي هذا الجنس البشري ما يجيبش فيه نتيجه دواء معين الكلام ده يمكن يعني مش عايز برضو اخرج بره الموضوع والله بس ان شاء الله اللي فيكم هيشتغل بقى مثلا في في مكان زي امريكا كده حيث بقى ايه اعراق كتير قوي وتدخلت في بعضها و هيلاحظ لما يكتب ادويه معينه مثلا زي ادويه الضغط تلاقي دواء يجيب نتيجه كويسه قوي في الناس ذوي البشره البيضاء وتلاقي نفس الدواء ما يجيبش نتيجه حلوه في الناس ذوي البشره السمراء اللي هم مش عايز اقول اسم يعني عنصري يقول عليهم نيجرو الزمان ويقولوا عليهم بقى الافريكان امريكانز، اللي هم الامريكان اللي من اصل افريقي. يبقى دي اكيد حاجه ليها علاقه بالريس، ليها علاقه بالجنس البشري. آه اللي موجود عندنا في الكتاب الحقيقه مثال مش عايز اقول سخيف والله بس انا شخصيا ما بحبوش يعني. في عندنا دواء اسمه افيدرين. يمكن يكون الافيدرين ده عدى علينا في الجنرال، جايز عدى وجايز لا، أنا مش فاكر قوي، لكن هو نموذج للادويه البيزك، يعني دايما لما يذكر كده دواء بيزك، دواء من الأدوية اللي لها تركيبة قاعدية أو يعني قلوية يتقال اسم الأمفيتامين وده اسم الأشهر يعني ويمكن تلاقي معاه أخوه الصغير بقى اللي بنسميه الإفدرين الإفدرين ده لما تحط على شكل قطرة في العين لما تحط على شكل قطرة في العين يسموها آي دروبس نقط كده كلكم عارفين شكل القطرة تتحط في العين في كل البشر بيعمل حاجة اسمها ميدريزس 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 بالعربي معناها توسعة حدقة العين توسعة حدقة العين كويس آه اللي هو يسموها بقى بالانجليزي دايلاتيشن اوف ذا اي بيوبل دايلاتيشن يعني توسعة وآي بيوبل معناها حدقة العين أو بيسموها أحيانا إنسان العين يبقى ده معنى كلمة ميدريزس المفترض أي بني آدم في الدنيا لما يحط قطرة إفيدرين في عينه الحدقه بتاعت العين هتوسع. في بقى جنس اللي هو البلاك ريس البلاك ريس اللي هو الجنس الاسود الافارقه يعني دول لما يتحط في عينهم قطره افدرين ما يعملش مدريزس يبقى هم عندهم تولرانس مش كده حطيت الدواء اهو وما اخدتش ريسبونس يبقى دي اسمها تولرانس سببها حاجه ليها علاقه بالجينات بتاعتهم يبقى ده يقول عليها ريشيال تولرانس المثال الثاني او النموذج الثاني congenital tolerance اسمه species او في ناس بتنطقها species species بقى او species مش مهم النطق يعني معناها فصائل الحيوانات معناها الفصائل بتاعه الحيوانات وفي عندنا مثال مشهور جدا دواء اسمه أتروبين يمكن يكون عدى علينا بقى ده أكيد أنا أعتقد عدى علينا كده مرة مرتين الأتروبين ده سمعناه في الجزء بتاع الأنتاجونست كان يقول عليه فارماكولوجيكال <الخص> انتاجونست <omic> <immigrant> وكان بالتحديد من النوع الcompetitive كان بيتنافس مع الاسيتيل كولين على ريسبتورز اسمهم الماسكارينيك ولما جينا شرحنا الادفيرس دراج آكشنز كان تحت عنوان تايب ايه كان اول نموذج حاجه اسمها سايد افكت وساعتها لما حبينا نشرحها قلنا لما اخد دواء اسمه الاتروبين في علاج المغص قلنا عليه انتي يعني بيفك تقلصات بتاعه الامعاء مثلا اي بني ادم ياخد الاتروبين هيحصل عنده دراي ماوث هيحصل عنده جفاف في الحلق مش كده النهارده بقى معلومه جديده بس قبل ما اقولها لك الاتروبين في البني ادمين ممكن يعمل تسمم لو اخدنا جرعه سامه من الاتروبين يجي لنا اعراض تسمم كويس والاتروبين ده بالمناسبه جاي من نبات الاتروبين بيتحضر from plant origin جاي من حشائش كده واعشاب يعني لقوا بقى ان الارانب رابتس الارانب يعني توليريت اتروبين يعني ايه؟ هي طبعا عمرها ما هتاخد الاتروبين كده مش كده؟ لان الارانب يعني ما بتروحش تطلب من الصيدلي حقنه اتروبين ولا حاجه لا هي الفكره كلها ان الارانب مهما اكلت حشائش فيها اتروبين عمرها عمر الاتروبين ده ما ياثر عليها. الاتروبين اللي جوه اللي النباتات ده اللي هي بتاكله عمره ما ياثر عليها فيبقى صح جمله ان الرابتس ار tolerant to atropine أو rabbits tolerate atropine يعني بيتحملوه يعني عندهم tolerance ليه مش كده يعني ما يجيبش معهم تأثير لقوا ان سببها ايه بقى ربنا خلق في الدم بتاع الارانب انزيم اسمه اتروبينيز احيانا بيسموه كده اتروبينيز او يسموه اتروبين استريز والمقصود بيه في النهاية هو انزيم موجود في الدم بتاع الارانب بيكسر الاتروبين على طول خلاص فاول ما بياخدوا الحشائش اللي فيها اتروبين والاتروبين ده اللي موجود في النباتات دخل على الدم عندهم يتكسر على طول بانزيم اسمه اتروبينيز او اتروبين استريز على عكس بقى البني ادم البني ادم لو اخد جرعه كبيره من الاتروبين او جرعه سامه يعني ممكن يحصل له اعراض سميه يبقى ده مثال لما يسمى بالسبيشيز تولانس وكتاب القسم كده على جنبه اهو جايب لك اتنين ارانب لطاف كده عشان يفكرك بالموضوع النقطة نمرة ثلاثة بقى دي كلكم هتلاحظوها إن شاء الله في شغلكم بقى ككلينيشنز كأطباء حاجة اسمها individual tolerance أو يقولوا عليها biological tolerance فاكرين ظاهرة سمعناها زمان في الجزء بتاع الميتابوليزم كان اسمها polymorphism بوليمورفيزم الناس متعددة الأشكال بمعنى كل واحد ونشاط الإنزيمات اللي بتكسر الأدوية مختلف عن التاني فسيادتك تدي دواء مثلا من بتوع التهابات المفاصل العيان تلاقي الدواء اشتغل بشكل طبيعي يعني بدا يعالج الالتهاب وبدا يخفف الالم وهكذا وتديه بنفس الجرعه لشخص شبيه قوي بالاولاني يعني نفس السن ونفس الوزن ونفس الريس وكل حاجه بس تلاقيه ما جابش معاه نتيجه فتفسيرها مش طبعا ادور بقى في كل عين على تفسيرها لكن يعني تفسيرها ان غالبا هذا الشخص اللي ما جابش معاه الدواء نتيجه يبقى غالبا عنده حاجه شخصيه حاجه في ليها علاقه بالجينات بتاعته برضه ليها علاقه بالانزيمات وبالتالي قدرته على تكسير الادويه اسرع شويه من غيره فتلاقي تاثير الدواء عنده اقل من المفترض دي يسموها انديفيديوال تولرانس او يسموها بايولوجيكال تولرانس طيب غير بقى كونجنتال تولرانس ما في حاجه كونجنتال يعني وراثيه مولودين بيها في حاجه اسمها اكوايرد اكوايرد تولرانس معناها مكتسبه <applause> ما اتولدناش بيها دي حاجة اكتسبناها مع استخدام الأدوية وهي دي بقى حبايبي اللي هي بتبقى ريفيرسيبل زي ما هنقول يعني لو أنا جالي تولرانس من دواء وما عادش بيجيب نتيجة الدواء زي ما قلنا كده يا اما هبتدي ازود الجرعات يا اما اوقف الدواء شويه وارجع له تاني، لما ارجع له تاني هيشتغل عادي جدا، هيشتغل بنفس القدره يعني. ايه بقى الاكواير تولرانس؟ هي تعريفها اللي احنا قلناه من شويه ديكريزد ريسبونس تو دراجز افتر ذير ريبيتد او الاحسن الحقيقه ان انا اقول لونج يوز او برولونج يوز يبقى ان بيقل رد فعل الادويه بعد استخدامهم فترات طويله وعندنا امثله كتيره جدا 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 فوق ما تتخيل كتاب القسم اختص... اختار مثالين ده اسمه مورفين برضه ما هواش غريب علينا بقى الحمد لله بعد الموديول ده بقى عندنا خلفيه يعني طبيه مش بطاله المورفين زي ما اتفقنا دواء مسكن من الادويه المسكنه القويه مش كده وسمعناه في الجزء بتاع الاكسكريشن لو حبيب يفتكره كان شويه منه بينزلوا في اللعاب شويه بينزلوا في المعده شويه بينزلوا في البايل وسمعناه في جزء الميتابوليزم لو تفتكره هو ده اللي غير فكره الكونجوجيشن ان شاء الله نكون فاكرين لسه فاكرين لما كنا بنقول دايما فيز اتنين اللي هي الكونجوجيشن دي كنا دا معتقدين زمان انها دايما تؤدي الى تدمير الدواء كان في جمله كده قلتها لكم كنا دايما نقول always leads to inactivation of the drug مش كده؟ لحد ما اكتشفوا ان المورفين بيدي مركبين مركب اه ملوش قيمه اسمه مورفين 3 جلوكيورونايد ومركب تاني طلع فعال اسمه مورفين 6 جلوكيورونايد فبقت الجمله بدل ما كنا بنقول always conjugation always leads to inactivation بقينا نقول conjugation usually usually عاده بيؤدي الى inactivation المهم بقى النهارده المورفين ده من الادويه اللي بيحصل معاها تعود المثال اللي جنبها مكتوب مورفين اند نايتريتس النايتريتس دي مجموعه ادويه بتعالج الذبحه الصدريه مجموعه من الادويه مهمه الحقيقه لحد النهارده في الطب بتعالج الام الذبحه الصدريه يبقى ده بالنسبه لي كده اول معلومه <applause> طيب من سوء حظنا بقى في المذاكره ان الاكواير تولرنس هي نفسها فيها أنواع في تايبس اوف أكوايرد توليرانس يعني إيه بقى؟ أول احتمال أو أول نوع من أنواع الأكوايرد توليرانس اسمه كروس توليرانس. كروس توليرانس طيب معلش قبل ما أقولها لك أنا سمعت كلمة كروس المرة اللي فاتت وسمعتها كده في المراجعة بتاعت أول الحصة النهاردة سريعاً سمعت حاجة اسمها كروس أليرجي مش كده؟ بص كده على اول الصفحه فوق نمره اربعة في التايب بي هتلاقي مكتوب كروس الرجي يعني لو انا الرجيك لدواء معين واخدت دواء تاني شبيه باللي انا الرجيك منه كيميائيا يحصل لي اعراض الرجي صح النهارده عندنا مصطلح جديد بقى اسمه كروس توليرانس يعني ايه هو مكتوب في القسم في كتاب القسم اقصد مثال النيتريتس بس انا اقول لك مثال تاني ما عرفش بقى ان شاء الله هيجيبك ولا لا ونرجع نقول من كتاب قسم كاتب ايه المورفين ده دواء مسكن حلو كده لما باخد المورفين فتره طويله بيحصل تولرانس تو مورفين تولرانس تو مورفين يعني ايه انا كنت باخد المورفين ده بجرعه معينه عشان يسكن الالام خلاص باخد جرعه معينه عشان الالام تضيع بتاخد في الالام القويه بقى وقعدت فتره كده باخد الجرعه باخد حقنة في اليوم من المورفين الألم بيضيع على طول وبعدين بعد فترة أسبوعين ثلاثة كده بقيت باخد الجرعة باخد الحقنة هي 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 نفس الجرعة بس الألم ما عادش بيضيع بنفس الكفاءة يبقى دي بالظبط كأن لما العين يقول لك يا دكتور أنا كنت باخد الدواء وكان بيضيع الألم ودلوقتي باخد الدواء بنفس الجرعة والألم ما عادش بيتحسن كأنه بالظبط بيقول لك يا دكتور أنا جالي تولرانس تو مورفين صح؟ طيب لو انا جربت ادي دواء شبيه بالمورفين مش مهم الاسامي هنسمع يعني عن دواء اسمه كودايين ودواء اسمه ميبيريدين واسامي ربنا يعينك عليها ان شاء الله السنه الجايه. دواء بيشتغل زي المورفين دواء طريقه شغله نفس طريقه اداء المورفين اللي هو بيشتغل على حاجه اسمها اوبييت ريسبتورز لو انت فاكرها. طيب لو انا يا ترى جيت خدت الكودايين ده اللي هو اخو المورفين ده يا ترى يجيب نتيجه معايا ولا لا؟ لا ما يجيبش نتيجه هيبقى برضه عندي توليرانس تو كودايين. مع اني اول مره استعمله مع اني اول مره استعمله وانا فاكر تعريف التولرانس انها بتحصل مع ريبيتد او لونج يوز بس ليه الكودين ما بيحوقش فيا لان البرين بتاعي لان المخ بتاعي متعود خلاص على مثل هذه المواد متعود على المجموعه دي كلها على بعضها بقى كلها بتشتغل بنفس الطريقه وكلها ليها نفس الافكت فانا أنا لو انا تولرانت لواحد منهم لو الواحد منهم ما بيجيبش نتيجه معايا نتيجه ان انا استعملته فتره طويله لو جربت اي واحد غيره مش هيجيب نتيجه معايا لو جربت اي دواء من نفس الفصيله مش هيجيب نتيجه معايا كاني تولرنت للمجموعه كلها كاني ما المجموعه كلها بالبلد كده بتاثر او بتحوق فيا خلاص نفس المنطق اللي موجود في كتاب القسم النيتريتس اللي انا كنت لسه بقولك عليها دي مجموعه ادويه بتعالج الذبحه الصدريه العيان بياخدها كده عشان يقلل بيها وجع الذبحة الصدرية بيحصل معاهم مع الوقت تولرانس يعني ايه بيحصل تولرانس حد كده يعني للأسف والله بعدكم عني ده مأثر فيا جدا والله بس هفترض ان انتوا بتجاوبوا معايا يعني ايه حصل تولرانس تو نايتريت يعني يجي العيان يقول لك والله يا دكتور انا لما كان بيجي لي الام الذبحه كنت بحط قرص من النيتريتس تحت اللساني فكان على طول بعد دقائق كده بسيطه الوجع بيخف النهارده بقى انا بقالي كذا شهر كده بستخدم النيتريتس دي فلاحظت ان لما بيجيلي لي وجع الذبحه بحط القرص يعني بين قوسين كده نفس الجرعه والوجع ما بيروحش يعني بين قوسين decreased response or failed response صح؟ يعني كانه بالظبط قالك زي ما اتفقنا انا جالي tolerance to nitrates طيب انا بستخدم دواء اسمه اكس في النيتريتس مش مهم اسامي بقى يا ترى لو استخدمت اخوه اللي اسمه واي مثلا كويس يا ترى ي... يعالج لي من الام الذبحه لا لان هم كلهم بيشتغلوا بنفس الطريقه نفس الميكانيزم نفس الاكشن فهيبقى عندي تولرانس للمجموعه كلها على بعضها ان شاء الله لما نوصل بقى للجزء ده كده لو لينا عمر مع بعض اقول لك نتصرف ازاي بس انت عرفت مش كده ينوقف نوقف الدواء شويه نزود الجرعات يبقى ده اسمه كروس تولرانس النوع الثاني من الاكواير تولرانس اسمه تاكي فيلاكسز تاكي فيلاكسز هي تاكي تاكي معناها سرعة كلمة تاكي دي في اي مصطلح طبي لما تلاقي الحروف الاربعة دي تي اي او خمسة بقى الحقيقة تي اي سي اتش واي دي معناها حاجة سريعة يعني في حاجة اسمها تاكي كارديا يعني ضربات قلبي سريعة دي بقى اسمها تاكي فيلاكسز يعني حصل لي توليرانس سريعة بسرعة بقى مش زي القانون اللي قلناه مع برولونجد ديوز لا ممكن يحصل في فتره زمنيه قصيره قوي ان يجي لي من الدواء فيسموها ايه بقى يسموها اكيوت اكيوت عكس كرونيك صح كرونيك معناها مزمن او على المدى البعيد اكيوت معناها بيحصل بسرعه هو التعريف الحرفي بتاعها اسمها حاد كلمه اكيوت معناها حاد على عكس الكرونيك معناها مزمن اسمها كده بين قوسين اكيوت اكوايرد تولرانس ليه اكوايرد لان انا ما اتولدتش بيها دي مش حاجة وراثية دي مش حاجة في الجينات بتاعتي دي حاجة اكتسبناها مع الوقت او مع استخدام الدواء ورجع برضو قال لك مثال دواء اسمه افيدرين فاكره انت من شوية كده صح مع الكونجينيتال تولنس مع الريشيال تولنس مع الناس الافرقة البلاك ريس لما يحطوا القطرة الافيدرين الحدقة بتاعت العين ما توسعش على عكس كل البشر صح هو في بقى مثل تاني مع الافيدرين الافيدرين ده بيعلي ضغط الدم بس لو اديته فترة زمنية متقاربة ودي على فكرة عشان ما بقاش بخدعك دي بتتعمل تجربة على حيوانات مش في البني آدمين بس لو حقنت جرعة معينة ثابتة ورا بعض كده في حيوانات التجارب أبص الاقي أول جرعة علت الضغط قوي وبعدين تاني جرعة علت الضغط بس بمقدار أقل من الجرعة الأولى مع إن هي نفس الجرعة وبعدين الجرعة التالتة علت الضغط بس بمقدار أقل من المرتين السابقين وهكذا لحد ما يجي وقت ما احقن الجرعه والضغط ما يتغيرش. يعني ادي الدوز وما فيش ريسبونس يعني توليرانس. تفسيرها ان شاء الله جاي في الاوتونوميك مش بعيد قوي ان شاء الله الاوتونوميك افكرك بقى ساعتها اشمعنى الافيدرين ده لما بيتاخد في جرعات ثابته في فتره زمنيه قصيره بيحصل اكيوت اكوايرد توليرانس التاكي الأكسس هتحفظها بقى عشان الامتحان التاكي فلاكسز هتتحفظ، يعني اللي فات ده كله طبعا ما اقدرش اقول لك ما تحفظش وما تذاكرش، كله مهم، لكن اقصد اللي ممكن تتسائل فيه بشكل متكرر او في امتحاناتنا هو يعني ايه تاكي فلاكسز؟ خلاص يبقى اسمها اكيوت اكوايرد تولرانس، والنموذج بتاعنا الافيدرين في ضغط الدم، الافيدرين بيعلي الضغط. اديت آه جرعه ثابته في فتره زمنيه قصيره يعني بين قوسين كده اكيوت. فحصل اختفاء لرد فعل الدواء اللي هي سموها بقى ايه اكيوت اكواير Tolerance النوع الثالث من الاكواير تولنس الحقيقه يعني حشرينه بقى في الفارما ده مش تبع الفارما دي حاجه ليها علاقه بالبكتيريا وكلكم عارفين وشاطرين في المايكرو عارفين ان البكتيريا ممكن تبقى ريزيستنت للانتي ودي من مصائب الزمن اللي احنا فيه ده ان بدا يبقى فيه انواع كتيره جدا من البكتيريا بتقاوم المضادات الحيويه دي اسمها بكتيريال ريزيستنس تو انتي تفسيراتها بقى وقصتها مش في الفارما بقى ده مايكرو يبقى عرفنا بقى كده ان شاء الله النهارده عشان بس ايه نحاول ناخد النهارده جزء كبير امبارح كانت الحصه مختصره ربنا يسهل كده نطول شويه النهارده عرفنا ان تايب سي معناها كرونيك معناها رد فعل غير مطلوب من الدواء ادفيرس دراج رياكشن بيحصل On prolonged use of the drug. أول نوع من أنواع Type طيب C اسمه Tolerance. وعرفنا معناه Tolerance إني يقل أو ينتهي مفعول الدواء مع استخدامه. الحل يا إما زود الجرعة يا إما أوقف الدواء مؤقتا وأرجع له تاني. في عندنا نوعين كبار من التولرانس. نوعين كبار. نوع اسمه Congenital Tolerance أو اسمه Inborn ونوع تاني اسمه Acquired Tolerance. تحت عنوان congenital توليرانس كان في عندي ثلاث احتمالات حاجه ليها علاقه بالاجناس البشريه فسميناها ريشيال توليرانس والمثل بتاع الافدرين في العين في الناس الافارقه حاجه اسمها سبيشيز توليرانس حاجه ليها علاقه بفصيله الحيوانات والمثل بتاعنا الارانب تتحمل الاتروبين عشان عندها انزيم كده في الدم اسمه اتروبين استريز النوع الثالث اللي يهمنا بقى في الطب الحقيقه هو الانديفيدوال او البيولوجيكال توليرانس كل شخص رد فعل الدواء عنده بيختلف عن التاني ممكن الاقي الدواء لما بيوصف لعيان زي ما قلت لك ما نتيجه يبقى دي تولرانس وتفسيرها بقى ليها علاقه بالايه؟ بالجينات بالميتابوليزم بالاكسكريشن بكل حاجه. نوع بقى اللي اسمه اكوايرد المكتسب ده بقى اللي قلنا عليه رد فعل الدواء هيقل مع الوقت في منه ثلاث انواع نوع اسمه كروس تولرانس خلاص عرفتها بقى لو انا بقيت تولرنت لدواء معين لو اخدت دواء تاني شبهه في الميكانيزم بتاعه مش هيأثر عليا. وقلنا مثال بقى بتاع المورفين ودواء تاني شبه المورفين أو المثال اللي موجود في الكتاب لو استخدمت دوين من نفس مجموعة النايتريتس بتوع علاج الذبحة دول. تاكي فلاكسز عرفناها عشان دي ممكن أتسأل فيها في الامتحان معناها أكيوت أكوايرد توليرانس. والمثال بتاعنا تجربة تجربة بتاعت الإفدرين في الحيوانات التجارب، الإفدرين بيعلي الضغط لو ثبتت الجرعة واديته ورا بعضه كده بنفس الدوز هبص الاقي الريسبونس بيقل مع الوقت النوع الثالث بتاع بقى اسمه بكتيريا ريزيستنس تو انتيبيوتكس او تو انتي مايكروبيلز السؤال بقى ليه بيحصل تولرانس ليه بيحصل اكواير تولرانس طالما حاجه انا مش مولود بيها ازاي اكتسبت ان يبقى رد فعلي للدواء مع الوقت بيقل كتاب القسم كاتب خمس حاجات مهمين يا جماعه الميكانيزم اوف اكواير تولرانس مهم بس لما تيجي كده تختصر الموضوع هتلاقي حصل تغيير يا اما في الفارماكو كاينتكس يا اما في الفارماكو داينامكس يعني سبب التولرانس تشينج ان فارماكو كاينتكس هو الكتاب القسم كاتب كاينتكس بس يعني اختصار بقى مش كده او تشينج ان داينامكس يا اما انت فاكر بقى ان شاء الله فارماكو كاينتكس ان شاء الله تكون لسه فاكر ده انت شاطر بقى وبتذاكر وقاعد في البيت ما وراكش حاجه كينتكس معناها ابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم اكسكريشن مش كده حاجه في دول اتغيرت فتؤدي الى تولرانس يا اما في الداينامكس يا اما حاجه ليها علاقه بشغل الدواء يا ترى ريسبتورز يا ترى مش عارف ايه هنقول ان شاء الله حالا بص بقى على الخمس احتمالات كده اول اربع احتمالات مهمين طبيا أربع... انت طبعا هتحفظ كله لكن انا بقول لك يعني طبيا وعلميا اول اربع طرق او ميكانيزم بيحصل بيهم تولرانس mm -hmm. الاربعه دول مهمين الطريقه نمره خمسة هقولها لك كده بقى على الماشي ما بقتش مهمه او في الطب هقول لك ليه ان انا ادي دواء والدواء ده يعتبر كانه جسم غريب بالنسبه لجسمي او بالنسبه لجسم المريض يعني فجسم المريض يكون ضده اجسام مضاده كويس انا عرفت من شويه كده ان تفاعل الانتيجين اللي هو الدواء مع الانتي بيعمل اليرجي دي قصه انتهينا منها لكن في بعض الحالات تفاعل الانتيجين مع الانتي بودي بيمنع شغل الدواء تفاعل الدواء اللي هو بين قوسين هو الانتيجين مع الانتي بودي اللي جهاز المناعه كونها بيشبكوا مع بعض هما الاثنين كده والدواء ما يعرفش يشتغل الدواء ما يعرفش يوصل لمكان شغله هو مسك فيه الانتي بودي وحبسه وخلاه ما بيوصلش لمكان الشغل خلاص ليه بقى الكلام ده ما عادش مهم في الطب؟ لو بصيت كده على النماذج اللي مكتوبه قدامك هتلاقي هرمون اسمه انسولين وهرمون اسمه البارا ثايرويد هرمون. بارا هرمون اذا ما كنتوش لسه سمعتوا عنه في الفسيولوجيا او في البايو هو ده اللي بينظم مستوى الكالسيوم في الدم. ده طالع من غده كده اسمها بارا لزق كده في ظهر الثيرويد اللي هي الغده الدرقيه دي غدد صغيرة كده لازقة وراها في في ظهرها يعني وبتطلع هرمون اسمه باراثرمون او باراثيرويد هرمون ده بينظم مستوى الكالسيوم في الدم. طيب لو اخدنا بالنا بقى النوعين دول من الهرمونات لما بيتاخدوا كعلاج دوائي زمان كانوا بيتصنعوا من الحيوانات. كانوا بيتصنعوا زمان كعلاج للمرضى كانوا بيتصنعوا فروم انيمال source. وكلنا شاطرين بقى واول مره اتقابلنا فيها وقعدنا نتكلم على السورس بتاع الادويه قلنا في مصدر كده اسمه مصدر حيواني انيمال سورس حتى يمكن اعتقد ذكرنا مثال الانسولين ده طيب هذه الهرمونات عباره عن بولي بيبتايدز وتركيبتها مختلفه عن الهرمون البشري فمؤكد ان جهاز المناعه بتاعي هيعتبرها اجسام غريبه ويكون ضدها انتي لما يتفاعل الهرمون الغريب ده اللي انا اخدته بتاع الحيوانات ده مع الانتي اللي جهاز المناعه بتاعني بتاعنا كونها هيحصل حاجه من الاتنين هيحصل الرجي ودي قصه انتهينا منها واللي يحصل دلوقتي بقى ان الدواء ما عادش يشتغل الدواء ما يديش ريسبونس يعني حصل من هذا الدواء توليرانس ليه بقى المعلومه دي مش مهمه طبيا دلوقتي لان ما عادش عندنا في الطب ادويه من مصدر حيواني خلاص بقينا نصنعها بالهندسة الوراثية بقينا نصنع الهرمون اللي احنا عايزينه بالظبط نفس تركيبة الهرمون البشري ما بقاش عندي بقى احتمال ان انا استخدم هرمون جاي من الحيوانات ويبقى غريب عن جهاز المناعة بتاعي يعتبره جسم غريب اقصد وبالتالي كون ضده انتي يبقى دي قصة بقى ايه قديمة بس خليك عارفها بقى لما اجي تعدلي كده ايه الميكانيزم اوف اكواير تولرنس الاقيهم خمسه تعالى بقى بص على الكلام المهم اول احتمال ان الدواء يحصل معاه اكواير تولرانس ان يكون نمره واحد كده decreased ابزوربشن اوف ذا دراج مع استخدام الدواء امتصاصه بيقل مع مع استخدام الدواء امتصاصه من الجي اي تي بيقل ما دام امتصاصه بدا يقل مع الوقت يبقى اللي واصل للدم منه بدا يقل يعني اقصد ان تركيزه في الدم بدا يقل يعني الاكشن بتاعه او الافكت بتاعه اكيد هيبقى اقل من الاول مش كده كلام يعني منطقي المثال اللي عندنا مثال ما يهمناش زي ما قلت لكم قبل كده احنا يعني كعرب وكمسلمين وك يعني ناس ما لناش في الخمور يعني ان شاء الله كده ما يهمناش قوي الكلام بتاع الايثانول الايثانول اللي هو الايثايل الكحول اللي هو الكحول اللي هو الخمره يعني استعمال الخمره فتره طويله العيان طبعا لما بي... مش العيان بقى ده مش عيان ده واحد يعني مزاجه عالي يعني الشخص اللي بيشرب خمره بانتظام ده هتلاقيه في الاول لما كان بيشرب كاس خمره كاس صغير كده بينتعش بقى ويتبسط وي... وينطلق يعني مع الوقت كاس الخمره ده ما عادش بيجيب نفس الريسبونس يعني كنت الاول بحس بسعاده كده مش انا يعني بس يعني <applause> الشخص اللي بيشرب لما كان بياخد كاس الخمره كده كان بينتعش كده ويبقى مبسوط و يقوم بقى يرقص ويتنطط ويعمل حاجات غريبة يعني. بعد فترة كده بقى كاس الخمرة دي ما بيدينيش نفس الشعور بتاع الانبساط. يبقى دي كده بالطب اسمها تولانس مش كده؟ فباخد كاسين باخد ثلاثة بقى مع الزمن وهكذا لحد ان شاء الله كده ما تقلب بإدمان. المهم ليه بقى من ضمن النظريات ليه ما بقاش الدواء في الجرعة العادية أو الكحول بقى في الجرعة العادية اللي أنا باخدها ليه ما بيدينيش نفس الريسبونس؟ لأن مع الوقت امتصاصه بيقل. من الجي أي تي. ليه بيحصل كده لان الكحول نفسه بيعمل حاجه اسمها اتروفيك جاسترايتس اتروفيك جاسترايتس طب واحده واحده كده اتروفي دي في الباثولوجي اكيد كلكم عارفينها مش كده معناها ضمور وجاسترايتس معناها التهاب في المعده الكحول نفسه بيعمل نوع من التدمير على خلايا المعده الكحول نفسه بيعمل تدمير على خلايا المعده فيقول عليها اتروفيك جسترائتس. هنا بقى لازم حد شاطر وانا متوقع والله ان انا لو قدامكم كده لازم حد هيسألني السؤال ده طب هو امتصاص الادوية بيحصل من المعدة ولا بيحصل من small intestine القاعدة العامة في الادوية ايه ان امتصاصها بيحصل من small intestine وكلنا عارفين السبب مش كده لكن كان في بعض الاستثناءات ممكن الدواء جزئيا يمتص من الاستمك صح فاكرين بقى الدواء الاسيدك اللي في ميديم اسيدك مش كده كان يبقى ان ايونايزد يعني ليبيد سوليبل يعني يمتص وكان قلنا ساعتها مثال مشهور قوي اللي هو السليسيليتس او الاسبرين اهو الكحول بقى زيه الكحول زي الادويه الاسيدك دي وطبعا يعني كيميائيا ما هواش اسيد لكن يعني يميل الى ناحيه الاسيدك سايد يعني خلاص فلما بشرب الكحول جزء من الكحول بيمتص من المعده مع استخدام الكحول فترة طويلة، الكحول نفسه هيدمر خلايا المعدة وبالتالي يقلل امتصاص نفسه، صح كده؟ يقلل امتصاص نفسه، فيحصل ما يسمى بالتولرانس للكحول. يبقى دي أول احتمال، يكون Decreased absorption. نمرة اتنين، زيادة الميتابوليزم. زيادة الميتابوليزم، يعني إيه بقى؟ الحته الحلوه بقى بتاعت الميتابوليزم اللي احنا قعدنا فيها يعني ايه خدت مننا وقت وان شاء الله تكون مفهومه ونكون لسه فاكرينها في بعض الادويه سميناها هيباتيك مايكروزومال <applause> هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسرز او اكتيفيتور صح يعني بتنشط انزيمات الكبد اللي مسؤوله عن الميتابوليزم او بالبلدي كده تكسير الادويه وقلت لكم ساعتها اي دواء هيباتيك مايكروزوما انزيم انديوسر يبقى توقع منه حاجتين حاجه مش مهمه دلوقتي قوي انه هيزود تكسير الادويه الاخرى اللي تتاخد معاه في نفس الوقت مش كده فاكرين بقى لو اخدت دواء منهم مع وارفرين اخدت دواء منهم مع مش عارف دواء بتاع سكر يبقى اول حاجه فهمناها إنه ان يحصل دراج انتراكشن ان الدواء اللي بينشط انزيمات الكبد ده هيزود الميتابوليزم اوف اذر دراجز اللي بتتكسر في نفس او بنفس الانزيمات. بس كان في حاجه بقى كلكم عارفينها وانا سمعتها منكم والله ومش ناسي اسمها اوتو اندكشن. يعني ايه؟ يعني الدواء يزود تكسير نفسه، صح؟ الدواء الهيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر ده ينشط انزيمات الكبد اللي بتكسره هو شخصيا. فمع الوقت التكسير عمال يزيد. فالجزء الفعال من الدواء في الدم عمال يقل. فاضطر ان انا اعوض زي ما قلت لك كده بقى ان انا اعلي جرعات او ان انا اوقف الدواء مؤقتا والنموذج بقى التاريخي دواء اسمه فينو باربيتال فينو باربيتال بالمناسبه يتقال عليه فينو باربيتال يعني اخره اي ال ويتقال عليه هو هو نفس الدواء يتقال عليه فينو باربيتون او ان اي في الاخر خلاص هو نفس الدواء بس في امريكان يسموه كذا وفي اوروبيين يسموه كذا واحنا بنستخدم الاسمين عشان ما هويه اصلا يعني المهم الفينوباربيتال او الفينوباربيتون من اكبر الامثله بتاعت الهيباتيك مايكروزومال إنزايم انديوسرز طيب هو بيستخدم في ايه كان بيستخدم زمان كمنوم اعتقد سمعنا الكلمه دي اسمها هيبنوتيك هيبنوتيك اتش واي بي ان او تي اي سي هيبنوتيك يبقى بيستخدم عشان يساعدني على النوم. واعتقد قلت لك المثال ده ساعتها، هيجي لك العيان عنده ارق. سيادتك هتكتب له لو انت بقى من المدرسه القديمه يعني في الطب هتكتب له دواء اسمه ايه؟ فينوباربيتون اقراص. ياخد منه قرص كده قبل ما ينام بساعة مثلا. هينام كويس قوي أول شهر أول شهرين وبعدين هيجي لك بعد كده بقى يقول لك ايه؟ يا دكتور أنا كنت باخد القرص المنوم كنت بنام كويس وبنام بسرعة النهاردة باخد القرص هو نفس الدوز هو مش كده وما عنتش بنام النوم بقى بيتأخر ما بعنتش بنام فترة طويلة رجعت عندي تاني مشكلة الأرق يبقى هو قالك ايه بقى بالفارماكولوجي قالك انا جالي تولرانس صح بناخد الدوز وما فيش ريسبونس اللي احنا منتظرين تفسيرها هو ده بقى ان الفينوباربيتون مع الوقت نشط الانزيمات اللي بتكسره هو شخصيا وعمل حاجه اسمها اوتو اندكشن ده اللي مكتوب عندنا بقى كده بشكل جميل في نمره اتنين بيزود طبعا السهم ده كلكم عارفين بقى يزود الميتابوليزم يعني الدواء بينشط الميتابوليزم بتاعه هو شخصيا فمديك مثال الفينوبربيتال اللي هو الفينوباربيتون سهم طبعا معناها يعني هو يساوي كذا هو نفسه عباره عن هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر عشان السهم ده بيلخبطنا والله مش يؤدي الى هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر يعني ممكن تشيل كده السهم وتقول فينوباربيتال از عشان يبقى ايه الجمله واضحه عليك فينوباربيتال ده نفسه عباره عن هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر فيؤدي الى زياده اوف اتس اون ميتابوليزم اللي بنسميها اوتو اندكشن اللي بعدها بقى الطريقه الثالثه اللي تؤدي الى اكواير تولرانس يحصل داون ريجوليشن اوف ريسبتورز مش غريبة علينا بقى احنا لسه مذاكرين الريسبتورز قريب مش كده وعارفين القانون لما عرض الريسبتور لما عرض الريسبتور لليجند او بين قوسين لاجونست فترة طويلة بالبلدي الريسبتورز بتستخبى الريسبتورز بيقل عددها وبيقل احساسها اللي احنا سميناها داون ريجوليشن والعكس ما يهمناش دلوقتي بس هفكرك بيه لو انا حرمت الريسبتور من الليجان فتره طويله يعني ايه حرمته يعني الليجان ما عادش موجود لاي سبب مرضي او غيره قافل الريسبتور بانتاجونست او بلوكر ساعتها الريسبتورز يزيد عددها ويزيد الاحساس فيها اللي احنا سميناها ساعتها upregulation هنا بقى اللي احنا محتاجينه النهارده ان انا ادي دواء والدواء ده يكون اجونست على ريسبتور فمع استخدام الدواء الاجونست ده فتره طويله الريسبتورز هتختفي او تقل عددها يبقى حصل حاجه اسمها داون ريجوليشن طبعا في امثله كتيره جدا جدا في الطب بس اقول لك المثال اللي موجود في الكتاب وعلى مهلنا بقى كده ان شاء الله هو في الجزء نمره ثلاثه ده قالك تفسير الميكانيزم اوف اكواير تولرانس تفسير نمره ثلاثه داون ريجوليشن of ريسبتورز مش كده؟ الداون ريجوليشن ده مدينا مثال دواء اسمه سال, سال بيوتا مول سال مول الدواء ده برونكو دايليتور سهلة برونكو يعني شعب هوائية مش كده ودايليتور يعني موسع للشعب الهوائية بيتاخد في مين؟ بيتاخد في الناس اللي عندهم برونكيال الأزمة اللي عنده ربو شعبي أزمة الربو دي بيحصل فيها ضيق في الشعب الهوائيه اللي احنا بنسميه برونكو كونستريكشن او برونكو سبابس. خلاص طب الدواء ده ازاي ازاي بيوسع الشعب بيشتغل كاجونست على ريسبتور اسمه بيتا 2 بيشتغل كاجونست على ريسبتور موجود على السموث ماسل على العضلات اللا اراديه اللي موجوده في الشعب الهوائيه ده الريسبتور ده اسمه بيتا 2 بالانجليزي بيتا 2 لما السالبيوتامول ينشط البيتا 2 بيحصل برونكو دايلاتيشن سهله؟ على جنب كده على جنب احنا عرفنا تخيل النهارده بعد يعني كام حصه اهو في الجنرال فارماكولوجي عرفت ان في نوعين من البيتا ريسبتورز نوعين من البيتا ريسبتورز في جسمنا نوع اسمه البيتا 1 ده لما بيشتغل بيزود ضربات القلب والنوع اللي ذكرناه النهارده اسمه بيتا 2 ده موجود على اماكن كتيره من ضمنها الشعب الهوائيه لما بيشتغل بيوسع البرونكاي خلاص طيب تعالى نرجع للمثال ده بقى طبيا جالك عيان عنده برونك الازمه جالك عيان عنده ربو شعبي وانت قلت له لما جيلك ازمه الربو الشعبي ده خد الدواء اللي اسمه السالبيوتامول بيتاخد على فكره على شكل بخاخه المهم العيان هيفضل فتره كده حلوه قوي كل ما يجي ازمه الربو ياخد البخاخه ياخد مرة أو اتنين كده بخ أو بختين يعني الأزمة تفك على طول كده بإيه بمصطلح العيان نفسه يقول خلاص الأزمة فكت ويجي لك بقى بعد شوية كده شهر شهرين ثلاثة بقى أنت وحظك وهو وحظه يعني يقول لك أنا يا دكتور لما بيجي لي أزمة الرب كان زمان لما باخد البخاخة كانت الأزمة بتفك على طول النهاردة باخد البخاخة مرة واتنين والأزمة ما بتفكش وات ذس بقى في الفارماكولوجي this is tolerance. مش كده باخد الدوز اللي انا كنت متعود عليها انها تعمل ريسبونس معين النهارده هذه الجرعه فشلت انها تعمل لي ريسبونس طيب حلها بقى زي ما قلت لك كده ان شاء الله وقف السلبيتامول شويه وارجع له مش كده طيب ليه حصل كده اللي هي من دلوقتي ليه حصل تولرنس تو سالبيوتامول لان السالبيوتامول اذا اجونست على البيتا 2 ريسبتور وانا عرضت الريسبتور لاجونست فتره طويله فحصل ظاهره اسمها داون ريجوليشن بدا عدد الريسبتورز يقل وكلنا لسه فاكرين علاقه شغل الدواء بالنمبر اوف ريسبتورز لما يكون الدواء ده اجونست علاقته بالنمبر اوف ريسبتورز فاكرين مش كده كل ما زاد عدد الريسبتورز كل ما زاد شغل الاجونست والعكس صحيح لو الريسبتورز عددها قليل قدامي كاجونست شغل اكيد هيقل عن الاول يبقى ده التفسير نمره 3 التفسير نمره 4 ليه بيحصل اكواير تولرانس ان يقل حاجة اندوجنس بتعمل نفس شغل الدواء تاني يكون سبب التولرانس ان جسمي جسمي بيقل جواه مع استخدام الدواء طبعا مش لوحده مع استخدام الدواء اللي من بره ده بيقل حاجة ذاتية حاجة اندوجنس سبستانس كانت بتعمل تقريبا نفس شغل الدواء زي ايه بقى المورفين دواء مسكن صح طيب ربنا خلق عندنا في المخ عندنا بقى من رحمه ربنا علينا بقى في الالام وفي التوترات وفي الحاجات دي لما اتعرض لالم بيطلع مواد كيميائيه في المخ اسمها اندورفنز وانكفالنز. سهله؟ لما بتعرض لالم جسمي من غير دواء من بره ولا حاجه، جسمي نفسه المخ كده ربنا خلقه يحاول يخفف الوجع شويه انه يطلع مواد كيميائيه اسمها اندورفينز وانكفالينز هي نفسها بتقلل الشعور بالالم كويس طيب في نظريه ليه المورفين لما بيستخدم تاثيره مع الوقت بيقل يعني قلت لك من شويه يمكن كنت باخد جرعه المورفين مش كده كان الوجع بيروح بعد فتره باخد نفس الجرعه الوجع ما عادش بيروح زي الاول يعني جالي تولرانس تو مورفين من ضمن النظريات اللي بتفسر ليه بيحصل تولرنس للمورفين ان انا لما باخد مورفين من بره كدواء بيقل افراز الحاجات الذاتية اللي هي شبه المورفين بيقل افراز الاندورفينز والانكفرينز يعني بدل ما كنت عندي حاجتين بيعالجوا الالام مورفين وحاجة ذاتية مع الاستخدام الحاجات الذاتية بدأت تقل إل. صح فكأن المورفين ما عادش بيشتغل زي الاول هو كان معاه مساعد المساعد ده ما عادش بيطلع فيحصل توزنس تو فيه النظريه دي فيها شك كبير انت مالكش دعوه بقى بالشكوك ولا بالنظريات دلوقتي احنا لسه في الاول خالص في الفارماكولوجي وقت ان شاء الله ما يجي المورفين ونلتقي فيه باذن الله كده هقول ان في نظريات تانية احسن كتير قوي بتفسر بتفسر ليه المورفين بيحصل معاه تولرانس يبقى ده بالنسبه للتفسير نمره اربعه بالمناسبة كده الميكانيزم اوف اكواير تولنس نمرة واحد واثنين لهم علاقة بالفارماكو صح؟ التفسير الأولاني والتاني بيحصل تشينج ان كاينتكس التفسير التالت والرابع لهم علاقة بالداينامكس التالت والرابع لهم علاقة بالداينامكس صح كده؟ يا إما الريسبتورز قلت يا إما الدواء قلل هو نفسه قلل خروج مادة ذاتية موجودة في المخ عندنا نمرة <applause> خمسة دي لوحدها بقى دي عبارة عن تفاعل ما بين الدواء وبين الأنتي بودي. <applause> يبقى قبل ما نقلب الصفحة بقى نتكلم النهاردة على تايب سي النوع الثالث في الأدفيرس دراج رياكشنز اللي هو اختصار كلمة كرونيك. وأول نوع من أنواع الكرونيك أدفيرس دراج رياكشنز اسمه تولرانس. عرفنا معنى التولرانس. وعرفنا أنواع التولرانس. نوعين كبار. نوع اسمه Congenital ونوع اسمه Acquired تحت عنوان الكونجنتال هو نفسه فيه تلات أنواع ريشيال بتاع أجناس البشر وسبيشيز بتاع فصائل الحيوانات وإنديفيدوال كل شخص والتاني بقى وتحت عنوان الأكواير تولرانس كان عندنا تلات أنواع برضو نوع بنسميه كروس تولرانس ما بين الأدوية وبعضها ونوع تاني اسمه تاكي فيلاكسز مهم اللي بيحصل بسرعة ونوع تالت ما يهمناش اسمه بكتيريال ريزيستانس تو انتي مايكروبيلز النقطة اللي هتذاكر كويس بقى، ليه بيحصل اكواير tolerance؟ ليه حاجة ما اتولدتش بيها هتحصل مع استخدام الدواء؟ يتغير في الفارماكو كينيتكس يبقى نمرة واحد واتنين، يقل الامتصاص مع الوقت زي الكحول ما حصل معاه. أو يزيد الميتابوليزم مع الوقت نتيجة إن أنا بستخدم hepatic Microsomal enzyme inducer عامل لي اوتو induction ثلاثة وأربعة فارماكو داينامكس. إيه اللي حصل؟ حاجه مهمه قوي بتفسر معظم التولرانس الاكوايرد ان النمبر اوف ريسبتورز مع الوقت يقل نتيجه تعرض هذا الريسبتور لليجند عباره عن اجونست اللي هو الدواء بتاعك. المثال السلبيتامول بتاع علاج برونكا الازمه. النمره اربعه ان يقل افراز حاجه اندوجينس والمثال بتاعنا المتاح بقى دلوقتي هو المورفين بيقلل افراز حاجه شبهه كده ربنا خلقها بتعالج الالام اسمها اندورفينز وانكفالينز ونمرة خمسة بقى حاجة قديمة ليها علاقة باستخدام هرمون يكون جاي من مصدر حيواني طيب نخلص بقى الجزء بتاع الاكواير تولرانس ده تلاقي صفحة 22 كده مكتوب عندنا characteristics of acquired tolerance ايه خواص الاكواير تولرانس اول خاصية انت سمعتها كتير ريفرسال ريفرسال يعني ايه يعني مش هتفضل طول عمري عند التولرانس يعني لما اوقف الدواء يرجع تاني الرد الفعل الطبيعي من الدواء بص كده في الكتاب هتلاقي مكتوب نمره واحد في الخواص الاكواير تولرانس مكتوب ريفرسال يعني منعكسه مش كده يعني يعني مش مش مستديمه يعني وكاتب كده ستوب اوف ذا drug ايقاف الدواء فور سام تايم لبعض الوقت يؤدي الى ريجين يعني ريجين يعني استعاده ريجين ذا نورمال sensitivity اوف ذا drug القاعده نمره اتنين بتختلف من دواء لاخر يعني في بعض الادويه بيحصل معاها التولرانس بسرعه زي دواء اسمه افيدرين عدى عليك النهارده مرتين اهو مره في العين بتاعه الافارقه ومره في التجربه بتاعه الضغط وفي نفس الوقت ممكن تحصل ببطء شديد مع دواء شبيه ليه اسمه ادرينالين يعني رغم الاتنين كده فيهم تشابه كبير قوي في الشغل بتاعهم لكن واحد بيحصل معاه تولرانس بسرعه واحد يحصل معاه تولرانس ببطء شديد طيب القاعدة التانية اختلافهم من دول الثاني في بعض الأدوية ما بيحصلش معاها توليرانس خالص في بعض الأدوية ما بيحصلش معاها توليرانس نهائي تفضل تدي نفس الجرعة تديك نفس ريسبونس لو قعدت 100 سنة تستخدمهم مش هيتغير الريسبونس زي مين كده ديجيتالس مين الديجيتالس ده بقى حبايبي؟ انا قلت لك مرة كده عشان انا عارف ان الموضوع كتاب القسم بيدي ساعات مصطلحات مختلفة الديجيتالس هي مجموعة دوائية هذه المجموعة الدوائية تضم دوائين دواء اسمه ديجوكسن سمعناه كتير ودواء تاني اسمه ديجي ما بقاش مهم خالص فهتلاقيه ملوش ذكر تقريبا لكن كلمة ديجيتالس دي معناها المجموعة على بعضها كويس لما باخدهم في علاج هبوط القلب عشان يزودوا انقباض العضلة مهما قعدت تستخدمهم مش هيحصل معاهم تولرانس الكوكين ما يهمناش الكوكين ده دواء اصلا بيستخدم بشكل غير شرعي. الكوكايين بقى لما بنسمعه كده بالبلدي يعني ده بينشط قوي السي ان اس فالناس بتاخده عشان نوع من انواع الادمان. ما بيحصلش معاه تولانس. يعني كل مره اخد جرعه الكوكايين بيديني نفس الريسبونس. مش انا برضه. الحاجه الثالثه الدايوريتيك افكت بتاع الكحول. الناس اللي بتشرب خمره بتحس بان كميه البول بتاعتها بتزيد ده المقصود بكلمه دايوريتك دايوريتك يعني زياده كميه اليورين كويس هيفضل طول ما بياخد بيشرب الخمر عمره ما يحصل معاه ديكريز في الـ في الـ يعني عمره ما يجي يقول لك والله في الاول لما بدات اتعود على الخمره دي كنت بروح الحمام كتير ودلوقتي ما بقتش اروح الحمام لا طالما بيشرب خمره هيفضل معاه دايوريسز هيفضل دايما معاه نفس رد الفعل طيب القاعده الثالثه او الخاصيه الثالثه من الاكواير توليرانس في نفس الدواء الواحد ممكن ما تحصلش مع كل الاكشنز تخيل يعني انا عرفت انها مش بتحصل مع كل الادويه وعرفت انها ساعات بتحصل بسرعه وساعات بتحصل ببطء تخيل بقى ان في الدواء نفسه دواء واحد اهو بعض الاكشنز بيحصل معاها تولرنس واكشنز تانية بيعملها نفس الدواء ما بيحصلش معاها تولرنس ودي حاجه من الحاجات الغريبه ولحد دلوقتي الحقيقه انا معرفهاش تفسير ومعظم الكتب مش كاتبه لها تفسير وما يهمناكش بقى دلوقتي التفسير يعني. برضه رجعنا للمورفين. لما استخدم المورفين فتره طويله هيحصل رابيد Tolerance تو انالجيزيا. رابيد Tolerance تو to انالجيزيا يعني يعني رد فعله كمسكن مع الوقت بيقل مش كده؟ ورابيد توليرانس تو ديبريشن اوف ار سي. ار ده اختصار كلمه اسمها ريسبيراتوري سنتر ريسبيراتوري سنتر المورفين من ضمن مش من ضمن عيوبه أسوأ عيب لي ويمكن سمعناها قبل كده لما بيتاخد في في الناس اللي اثناء الولاده وكان بيعدي البلاسينتا ويوقف الريسبيراتوري سنتر بتاع الطفل الجنين مش كده ويتولد الطفل عنده حاجه اسمها نيونيتال اسفيكسيا اظن احنا سمعناها في الجزء بتاع الباسج اكروس ذا Placenta المهم المورفين مع الوقت هيقل شغله كمسكن ويقل شغله كمهبط للريسبيراتوري سنتر يقل شغله كمهبط للريسبيراتوري سنتر بس في نفس الوقت ما بيحصلش تولرانس للمايوزس ايه بقى المايوزس دي كمان اللهم اجعله خير يعني فاكر من شويه كده الافدرين في الصفحه اللي فاتت لما بيتحط في العين ما عدا طبعا في الافريكانز او البلاك ريس في اي بشر تانيين لما بيتحط بيعمل ميدريز مش كده اللي احنا بنسميها توسعه حدقه العين. كلمه مايوزس اللي انت شايفها دلوقتي بقى مع المورفين دي العكس. المورفين بيضيق حدقه العين. المورفين بيضيق حدقه العين. كويس؟ مهما المدمن او مهما الشخص اللي بياخد مورفين اخد مورفين لزمن طويل عمر ما هيحصل معاه tolerance تو مايوزس يعني دايما تبص في عينيه كده هتلاقي حدقه العين بتاعته ضيقه. ما بيحصلش معاها tolerance لهذا الاكشن. طيب ما بيحصلش tolerance تو كونستيبيشن، المورفين من اقوى الادويه اللي بتعمل امساك كونستيبيشن كلكم عارفين معناها امساك مش كده؟ الشخص اللي بياخد مورفين لو فضل ياخد المورفين ده 100 سنه هيفضل دايما عنده كونستيبيشن. يبقى اللي اتعود على المورفين مع الوقت هيقل شغله كمسكن، يعني حصل توليرانس تو انالجيزيا. ومع الوقت هيقل الدبريشن بتاع ريسبيراتوري سنتر، هيقل شغله كمحبط او مثبت مثبط اسف يعني للريسبيراتوري سنتر. لكن مش هيحصل توليرانس للكونستيبيشن هيفضل دايما يشتكي بامساك. ومش هيحصل توليرانس للمايوزس، هيفضل دايما عنده ضيق في حدقه العين. يبقى كان التورنس بقى حتى بتنقي في الدواء الواحد كده تنقلها اكشن تحصل معاه واكشن ثانيه ما تحصلش معاه. النقطه نمرة اربعه مش عارف دي هتبقى صعبه ولا لا بس it may affect therapeutic dose rather than the toxic dose. احنا قلنا الكلام ده مع بعض الحمد لله. فاكر حاجه كان اسمها therapeutic إندكس اللي هي مقياس سميه الدواء اللي كنت بعملها في حيوانات التجارب فاكرين بتالي دي كانت اخر حصة التقينا ولا ايه مش فاكر بصراحة بس فاكر انت الثيرابيوتيك اندكس ده كان عبارة عن ريشيو عبارة عن نسبة ما بين حاجة اسمها ميديان ليثال دوز اللي هي ايه بقى الجرعة التي تقتل خمسين في المية من حيوانات التجارب بقسمها او بتبقى نسبة الى يعني ميديان افكتيف دوز اللي هي اسمها الاي دي 50 صح؟ الاولى دي اسمها ال دي 50 اللي هي اختصار ميديان ليثال دوز وبقسمها على حاجه اسمها ميديان افكتيف دوز اللي اسمها الاي دي -E 50 اللي هي كانت ايه الجرعه التي تشفي او تعمل ثيرابيوتيك افكت في 50% من حيوانات التجارب كنت بقسم ده على ده يطلع لي رقم مالوش تمييز عباره عن ريشيو عباره عن نسبه كل ما كان الرقم اللي طالع ده بعيد عن الواحد الصحيح كل ما كان الدواء مور سيف صح كل ما كان الرقم نتيجة القسمة طالع رقم قريب من الواحد الصحيح كل ما كان الدواء مور توكسك. طيب انت وانت بتذاكر الحتة دي كده اكتب قصادها كده اكتب الثيرابيوتيك اندكس يساوي ال دي 50 على اي دي 50 خلاص؟ هو عايز يقول لي ايه في المعلومة دي؟ اللي بي مع الوقت مع الوقت ببتدي عشان اخد ثيرابيوتيك افكت معين بعلي الجرعه صح مش ده معنى كلمة تولرانس ان انا مع الوقت الجرعة العادية ما عادتش بتجيب نتيجة فبضطر اعلي جرعات يبقى كأن انا عمال اعلي مين عمال اعلي الاي دي 50 عمال ازود الاي دي 50 بدل ما كنت بتعالج من الالام بخمسة مللي جرام بقيت بتعالج من الالام بخمسين مللي جرام صح لكن ال ال دي 50 الجرعه اللي بتموت تقريبا جرعه ثابته تقريبا جرعه لا تتغير طيب حاسس احنا ما فهمناش قوي تعالى كده ايه قبل ما يحصل لي تولرانس للمورفين كويس اكتب كده معايا مساله المورفين بيفور تولرانس خلاص جه تحسب الثيرابيوتيك اندكس بتاعه يساوي ال دي 50 حلو كده اكتب مجازا يعني اكتب 500 ال 50 الجرعة اللي بتموت نص عدد الحيوانات 500 مللي جرام واقسمها على ال ed 50 خمسة الجرعة التي تعالج الالام في نص الحيوانات كانت خمسة مللي جرام خلاص يبقى الثيرابيوتيك اندكس بتاع المورفين قبل ما يحصل تعود عليه تساوي 500 على خمسة يعني تساوي 100 صح؟ ماشي كده الحل؟ طيب بدأت أتعود على المورفين بدا يعني اكتب كده بقى افتر تولرانس تو مورفين بعد ما بدات اتعود عليه ال LD50 ثابته 500 هي ال500 بس ال ED50 يعني ايه بقى ال ED50 يعني عشان اعالج الالام مش كده بقيت محتاج اعلي الجرعه فبدل ما كانت 5 جرام بقت 50 مل جرام بدل ما كانت 5 مل جرام اسف بقت 50 مل جرام اقسم إيه بقى ساعتها الثيرابيتك اندكس اقسم 500 على 50 يطلعوا كام بقى ان شاء الله يطلعوا عشرة يعني بدل ما كان الاندكس بدل ما كان نسبة الجرعة العلاجية للجرعة المميتة مية بقى نسبة الجرعة العلاجية للجرعة المميتة عشرة صح كده فزاد احتمالات التسمم زاد احتمالات التسمم يعني اللي هو لك بقى في الكتاب يقل الثيرابيوتيك اندكس انا افتكر ان شاء الله اكتبها لكم كده المسألة دي عشان تبقى النقطة من اربعة واضحة زي ما كتبناها كده هكتبها لكم واصورها لكم ان شاء الله يبقى ده الكاركترستيك نمره أربعة بتاع الاكواير تولرانس نمره خمسة بقى لما بيحصل تولرانس غالبا ستؤدي الى حاجه اسمها دراج ديبندنس لما بيحصل تولرانس في معظم الحالات بيحصل وراها دراج ديبندنس ديبندنس معناها اعتماد على الدواء مش كده بقيت ديبندنت عليه بقيت معتمد عليه وهنعرف ان شاء الله بقى اظن بقى التسجيل الجاي عشان ما يبقاش صعب علينا الكلام ده الديبندنس في منها نوعين نوع اسمه هابيتويشن 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 دي معناها قهوه وشاي <applause> يعني معناها ان انا بحب يعني متعود على القهوه والشاي بحبهم باخدهم عشان اصحصح شويه لكن لو اتحرمت منهم مش هيجي لي اعراض جسديه إن شاء الله هقول لك المرة الجاية بقى قصة كده إيه لطيفة في الموضوع ده. لكن في بقى حاجة أسوأ بكتير اسمها أدكشن. الهابيتويشن دي يسموها اعتماد نفسي. بقيت عندي حاجة اسمها سايكيك ديبندنس. يعني نفسي في كوباية الشاي، نفسي في فنجان القهوة آه لو أنا صايم و... و... وعدى وقت طويل من غير ما أشرب نسكافيه، ببقى نفسي في كوباية النسكافيه، مش كده؟ مستني معاد الفطار عشان اشرب الحاجة اللي انا بتنبهني ده اسمه تعود آه، سايكولوجي اللي هو يسمونها زمان الأديكشن بقى بقيت معتمد على على المادة او على الدواء سايكيك وفيزيكال يعني نفسي فيها او حاجة نفسية او بشتاق لها والاسوأ من كده ان انا معتمد عليها فيزيائيا معتمد عليها وظيفيا في جسمي وده اللي بيسموه بقى ايه الادمان الأديكشن. إن شاء الله نقوله بقى المرة الجاية. يبقى قصة التولرانس خلاص بقى إن شاء الله نكون عرفناها. عرفنا النهاردة تايب سي. على فكرة ناس بتسألني وليكوا حق والله هو إحنا الـ الـ التسجيلات كترت كده ليه؟ ومال كنا هنخلص الكورس إزاي؟ الموضوع بيختلف يا جماعة والله. يعني إحنا وجودنا مع بعض الحصه طويله بننجز فيها النهارده انا قاعد في على يعني بيني وبينكم يعني قاعد بالبيجامه وقاعد على السرير وبقول وبكرر وبعيد وبتكلم على مهلي وبترجم واخد بالك فيعني كنا هنخلص والله لان برضه الناس بتقول لك احنا كده وصلنا سبع محاضرات ولو اخدت بالك هي اطول محاضره مثلا بتاعت النهارده ومره قبل كده كانت ساعه لكن معظمهم بيبقوا ساعه الا ربع بيبقوا نص ساعه جزء منها كان عبارة عن مراجعة وقد تكون المراجعة حتى هي نص التسجيل بحاله فإحنا بما أننا ربنا أكرمنا بالوقت يعني فبناخد الموضوع على مهلنا وبناخده وبنعيد وبنزيد وبنكرر وبنراجع فكنا هنخلص برضو والله عشان برضو يعني كنت يعني الحمد لله طبعا على كل حال لكن كان حصل ان احنا كملنا الكورس عادي كنا هنخلص قبلها وهنراجع ونحل وبرضو احنا ان شاء الله مع بعض يعني بعد ما نخلص بقى الموديول بتاع 103 ده مع بعض كده في كتاب الام سي كيو اعمل لكم ريكورد كده ايه بالاسئله وليه اخترنا السؤال ده وليه ما الاجابه دي و... والاسئله اللي فيها حاجه بره الكورس زي الاسئله العملية هقول لكم عليها و... ويعني ده اقل واجب ممكن نعمله يعني لل... لابنائي وبناتي ل... المحترمين الغاليين اشكركم وان شاء الله كده لقاء قريب بقى في تسجيل تاني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله يا رب تكونوا بخير يا بناتي واولادي ان شاء الله كده تكون الايام عليكم سهله باذن الله وان شاء الله قريبا ترجع الامور لنصابها والدراسه وكل النشاطات اللي احنا اتحرمنا منها باذن الله اخر جزء ان شاء الله النهارده في الادفيرس دراج رياكشنز إحنا خلصنا تايب A وخلصنا تايب B وأعتقد بدأنا امبارح نتكلم على تايب C اللي هو قلنا عليه Chronic Effect يعني مشاكل بتحصل من الدواء نتيجة استخدامه فترات زمنية طويلة واتكلمنا على نمرة واحد بقى بالتفصيل اللي سميناها Tolerance وعرفنا أنواع التولerance وعرفنا الميكانيزم of acquired tolerance وعرفنا الخواص بتاعة الدواء اللي يحصل منه acquired tolerance أه الجزء التاني او النوع التاني بقى تحت عنوان تايب سي بعد جزء التولرانس ما يسمى بالدراج ديبندنس كلمه دراج ديبندنس معناها الاعتماد على الدواء المريض بقى معتمد على الدواء وهنا عندنا احتمالين يا يعني اما يكون اعتماد نفسي يسموه سايكيك ديبندنس في كتاب القسم صفحة 22 اللي احنا بنتابع منه بقى بإذن الله الجزء ده هتلاقي مكتوب العنوان كده تحت دراج ديبندنس مكتوب نمرة ايه Habituation، habituation معناها بالعربي تعود مش كده؟ الكلمة دي يمكن قديمة شوية لكن احنا ملزمين بقى بمصطلحات الكتاب فهنسميها habituation وهي هي نفس المعنى بقى الحديث بتاع سايكيك ديبندنس يعني معتمد على الدواء سايكولوجيًا، معتمد على الدواء أو المادة دي نفسيًا. بمعنى إيه بقى نفسيًا؟ لو أنا حصل النقطة نمرة اتنين بقى sudden stop of the drug لو أنا توقفت عن أخذ الدواء ده فجأة بيحصل بس مجرد سايكيك كريفنج كريفنج معناها بالعربي اشتهاء او رغبه سايكيك كريفنج يعني عندي كده اشتهاء نفسي للماده اللي انا متعود عليها او لو الدواء اللي انا متعود عليه وكاتب لك بقى المثال بتاعنا حاجة اسمها الزنثين بيفرجس مشروبات فيها مركب اسمه الزنثين اللي هي تشمل الكوفي انتي القهوة والشاي ورسم لك بقى فنجان شاي كده لطيف على جنب كلنا يعني مش كلنا الناس اللي زي حالاتي كده بتحب المنبهات القهوه والشاي بقى تحديدا كده بيحصل الاول عنده تعود يعني اول مره شربنا شاي زمان بقى صغيرين كده فضلنا طول الليل سهرانين من سبب كوبايه الشاي اول مره واحنا بنذاكر في الكليه شربنا فنجان قهوه فضلنا طول الليل مصحصحين مش جاي لنا نوم ودي كانت حاجه طبعا مطلوبه وقتها في زنقه الامتحانات بسبب فنجان الشاي مع الوقت فنجان الشاي ده او فنجان القهوة بقى بيعمل الافكت بتاعه لفترة قصيرة جدا بدأت يحصل عندي تولرانس للشاي والقهوة طيب التولرانس وراها تعود او وراها اعتماد زي ما بنقول يعني الاعتماد بالنسبة لنا في القهوة والشاي اعتماد نفسي بمعنى اه وقت الصيام اول يوم في رمضان كده في الصيام فنجان القهوة بتاع الصبح ده مش موجود مش كده صايمين بقى ان شاء الله فما فيش فنجان فحصل كان صدن ستوب للقهوه او للنسكافيه او اللي انت بتحبه بقى فالواحد طول اليوم يمكن يبقى عنده شويه اعراض بسيطه كده يمكن مصدع يمكن مزاجه مش حلو لكن ما عنديش اعراض خطيره طبعا ما عنديش اعراض عنيفه بسبب ان انا ما خدتش القهوه وكل اللي انا يعني نفسي فيه بس نفسي يجي ساعه المغرب ونفطر ان شاء الله كده وناخد فنجان القهوه ده يسموه سايك كريفنج عمليه اشتهاء نفسي للماده اللي انا متعود عليها نمره بيها دي نمره بيها هي بقى المشكله الكبيره في في وفي الطب ان يكون الدواء بيعمل ادكشن 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 بالمعنى الحرفي معناها ادمان ويمكن برضو الكلمه دي استخدامها ما بقاش كتير قوي في الطب الحديث يعني هو يسموها سايكيك اند فيزيكال ديبندنس سايكيك يعني نفسي وفيزيكال يعني فيسيولوجي يعني جسدي مش كده بقى في نوع من الاعتماد الجسدي على وجود الدواء ما بقاش بس مجرد اشتهاء نفسي هعرف ازاي بقى ان هذه المادة من المواد اللي بتعمل ادمان لو حصل sudden stop of the drug لو الدواء ده توقفنا عن إعطائه فجأة للمريض او هو بطل ياخده لأي سبب من الاسباب هيحصل عنده ما يسمى باللغة العربية اعراض الانسحاب يسموها في الانجليزي كده withdrawal syndrome withdrawal يعني انسحاب ويقول عليها ساعات abstinence syndrome abstinence يعني امتناع امتناع عن الدواء وعادةً أعراض الانسحاب بتبقى عكس شغل الدواء في جسم المريض عادة معظم أعراض الانسحاب معظم الأعراض اللي هتبان على المريض بتبقى عكس شغل الدواء كفيرماكولوجي يعني هقول لك مثال بقى عشان النهارده مش عايزين نضيع وقت كتير في الامثله مكتوب عندك في الامثله من الادويه اللي بتدمن الامفيتامين يمكن حكينا عليه مره قلت ده كان مشهور قوي زمان في وسط طلبه الطب ان هو بيصحصح وبيخلي الواحد قاعد يذاكر وهو منتبه ومتوقظ ومش تعبان ومش جعان كل الحاجات اللطيفه دي بس مشكلته على المدى البعيد بيحصل معاه تولرانس وللاسف بيحصل معاه ادكشن المورفين نفس القصه الايثانول اللي هو الكحول نفس الحكايه كلهم ادويه بتدمن او كلهم مركبات بتدمن انا بس عايز اوضح لك حكايه ان اعراض الانسحاب بتبقى عكس شغل الدواء المورفين ده ان شاء الله لما ناخد بالتفصيل هنعرف ان هو بيعمل انالجيزيا مسكن للالام وبيعمل حاجة اسمها يوفوريا يوفوريا معناها باللغة العربية شعور بالانتشاء أو بالنشوة أو بالسعادة وده سبب حب الناس للمورفين إن هو بيعمل شعور غامر بالسعادة كده والانبساط المورفين بيعمل حاجة اسمها مايوزس سمعنا عنها المرة اللي فاتت بيضيق حدقة العين مش كده المورفين بيعمل كونستيبيشن برضو يمكن عدت عليك في الجزء بتاع التولرانس اللي شرحناه آخر مرة دي الحاجات المشهورة قوي في المورفين دي الاكشنز الفارماكولوجيكال اكشنز المشهورة بتاعة المورفين طيب ده شخص أدمن المورفين وهنعمل له sudden withdrawal of morphine هنوقف المورفين فجأة لأي سبب من الأسباب بقى فهيحصل عنده أعراض اسمها أعراض الانسحاب اللي هي سميناها withdrawal syndrome أو abstinence syndrome هتفتكر بقى تبقى شكلها عامل ازاي الدواء ده كان بيسكن الألام يبقى العيان لما يجي له اعراض الانسحاب هيحس بالام عنيفه ليس لها مصدر جسدي ملهاش تفسير المورفين كان بيعمل مايوزس هتلاقي عين العيان حصل فيها العكس حدقه العين وسعت قوي اللي سميناها ميدريزس المورفين بيعمل كونستيبيشن بيعمل امساك عنيف تلاقي العيان ده بدا يحصل عنده دياريه بدا يحصل عنده اسهال وهكذا المورفين مثلا بيقلل ضربات القلب شويه تلاقي العيان ضربات قلبه تزيد وهكذا يبقى دي كلها بنسميها ايه الويذدرول سيندروم او الـ Withdrawal سيمتومز يبقى ده المشكله نمره اثنين تحت عنوان الكرونيك خلصنا التولرنس وعرفنا يعني ايه ديبندنس طبعا موضوع الديبندنس ده في كتب مش تلات اربع سطور لكن انت بقى مالكش دعوه انت عارف بس يعني ايه ديبندنس بقيت معتمد على الدواء والاعتماد ده يا اما اعتماد نفسي سميناه سايكيك ديبندنس او هابيتويشن زي القهوه والشاي يا اما سايكيك وفيزيكال ديبندنس اللي بنسميه الادكشن زي الايثانول وزي المورفين وزي الامفيتامين وهعرف ان الشخص ادمن هذه الماده لما نعمل صدن وذرول بدل قاعد يستعمله فتره طويله وجي وقفناه فجاه فيحصل معاه اعراض انسحاب. النوع الاخير تحت عنوان الكرونيك ادفيرس دراج رياكشن اسمه اياتروجينيك ديسيز. اياتروجينيك اياتروجينيك معناها مرض بسبب الدواء. بص كده على اول جمله صفحه 22 في الكتاب دراج شرطه induced disease يعني مرض تسبب فيه دواء معين في بعض الكتب تقول عليها دكتور induced ديزيز الكتب بقى الصريحه شويه يقول لك المرض بسبب الطبيب لان هو الدواء اكيد جه عن طريق طبيب المهم احنا عرفنا كلمه اياتروجينيك يعني عرض جانبي مرض هيظهر بسبب استخدام الدواء ما كانش موجود قبل كده في في الكتاب مثالين اكزامبلز كده مكتوبين، مثل فيهم حلو قوي اللي هو التاني ومثل فيهم سيء جدا الحقيقة لأن هو دواء لا يستخدم كتير في الطب، لكن هنقولهم إن شاء الله الاثنين. المثل الحلو قوي اللي هو التاني ده مكتوب prolonged use of cortisol. الكورتيزول ده دواء مهم قوي في علاج الالتهابات وفي أمراض المناعة وفي يعني أمراض كتيرة جدا يعني يمكن ما أقدرش أحصرها لك دلوقتي. استخدام الكورتيزول فترة طويلة بيعمل شكل مميز قوي للشخص اللي بياخد الكورتيزول بيعمل حاجة اسمها كوشينج ديسيز كوشينج, كوشينج ده اسم شخص كوشينج ده اسم الشخص غالبا اللي وصف المرض يعني بيبقى شكله كده وشه بيبقى مدور قوي بيبقى تخين قوي من ناحية البطن والجزع لكن تلاقي الدراعات والساقين فيهم ضمور بيبقى ليه شكل مميز يبقى عنده حاجة كده في ظهره عاملة زي السنم بتاع الجمل يعني ليه كده ايه؟ شكل مميز تلاقوا سكره عالي وضغطه عالي ومنعته سيئه و... كل الاعراض دي على بعضها كده اسمها كوشنج ديزيز طيب مين اللي تسبب في الكوشنج ده الكورتيزول اللي الشخص ده بياخده كدواء فيتقال على الكوشنج ساعتها اياتروجينيك كوشنج ايتروجينيك كوشنج ديزيز خلاص يبقى استعمال الكورتيزول فتره طويله بيعمل مرض اسمه كوشنج ديزيز بما ان هذا المرض مش بسبب بقى الكورتيزول بتاع جسمه اللي بيطلع كهرمون لا ده بسبب الدواء اللي بياخده من بره جسمه فيسموا هذا النوع من الكوشنج اياتروجينيك كوشنج المثال اللي فوقه اللي قلت لك عليه مثال مش مهم مش عايز اقول مش مهم برضه مثال يعني طبيا مش مهم لكن احنا في الامتحان كله مهم للاسف في عندنا دواء اسمه كلور برومازين كلور برومازين يمكن سمعنا مره زمان بقى اول ما اتقابلنا كده كان من ضمن الأدوية اللي لما تتاخد أورال يحصل لها حاجة اسمها Gut فيرست باس Gut جي اي تي مش كده؟ يعني يتكسر منها جزء وهي جوه الجي أي تي. وكان ده بالتحديد بيتكسر جوه الميوكوزا بتاعة الجي أي تي خلاص يبقى دي معلومة قديمة يمكن إيه تفتكرها إن شاء الله وأنت بتراجع النهارده بس اللي عايز أقوله لك هو الدواء ده بيتاخد في علاج مرض عقلي اسمه الفصام مرض عقلي اسمه الفصام اللي هو في منه نوع مشهور جدا اكيد سمعتوا عنه اسمه شيزوفرينيا او يسموه في بعض البلاد سكيزوفرينيا الاثنين صح يعني حسب النطق يعني بيبقى العيان عنده تهيؤات بيشوف حاجات مش موجوده في الحقيقه بيسمع اصوات مش موجوده في الطبيعه بيبقى حاسس ان هو مضطهد بيبقى يعني عنده تبلد في المشاعر موضوع كبير كده اسمه ايه سايكوزس او اللي هو بالعربي بنسميه مرض الفصام كنا زمان بنعالج هذا المريض بدواء اسمه كلور برومازين كلور برومازين يبقى ده كان دواء في علاج الامراض العقلية لما كنا بنستخدم الدواء ده للمريض فترة طويلة كان بيجيله مرض تاني يعني تخيل انا بعالجه من مرض الفصام اتسبب ان يحصل عنده مرض اخر اسمه الباركنسونيزم باركنسونيزم ده يسموه بالعربي يا شباب ويا بنات الشلل الرعاش مرض يقول عليه مرض باركنسون على اسم برضو غالبا الشخص اللي وصفه يعني ويقول عليه مرض الشلل الرعاش عنده بقى مشكلة في الحركة ما بيعرفش يمشي كويس عنده رعشة عنده مشاكل كبيرة كده في الجهاز الحركي سببها الدواء مش سببها حاجة بقى من جسمنا يعني فيقول عليه اياتروجينيك باركنسونيزم في مثال تاني تالت في اللي موجود في المذكرة مش عايز برضه تشغل دماغك بالمذكرة بس انا برضو ملاحظ الشباب اللي بيبعتولي بيبقوا برده مصممين يذاكروا المذكره انا والله مشفق عليك المذكره انا احب معايا طبعا ذاكر من المصدر اللي انا عامله بس انا عارف ان المعلومات فيه كتيره وزي ما قلت لك كنت اعملها بحيث انها تبقى مرجع لاي حد بيقرا فارماكولوجي في مثال ثالث موجود في او يعني مثال زياده عن اللي في الكتاب ان الناس اللي بياخدوا الاسبرين او المجموعه اللي بنسميها مجموعه النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز اللي هي الادويه اللي مضاده للالتهابات لكن ما هياش كورتيزول عشان كده اسمها نون ستيرويدال صح؟ الكورتيزول ده اسمه ستيرويد فاي حاجه مضاده للالتهاب ما هياش ستيرويد يبقى سموها نون ستيرويدال طبعا اشهر مثل في التاريخ هو الاسبرين يعني استعمال الاسبرين فتره طويله ممكن يعمل قرحه في المعده ودي برضو يمكن حاجه هتفيدك مستقبلا لما تيجي تدي العيان دواء من المسكنات دي دايما تبقى حريص انه ياخد الدواء بعد الاكل تبقى حريص ان هو يتابع المعده بتاعته اول ما يحصل عنده الم او حرقان او حاجه تعرف هل ده قرحه ولا لا المهم وجود هذه الادويه على المدى البعيد بتعمل حاجه اسمها اياتروجينيك بيبتيك السر سهله مش كده بيبتيك السر معناها قرحه المعده او قرحه الاثنى عشر يعني حسب المكان وكلمه اياتروجينيك انت عرفتها النهارده معناها مرض ما كانش موجود واللي تسبب في هذا المرض هو الدواء يبقى خلصنا كده بقى الحمد لله من تايب سي تايب دي بقى دايما اللي دايما عامل لنا مشكله الفرق بين السي والدي الدي هيحصل غالبا او يعني بشكل يمكن مؤكد على مدى بعيد جدا جدا بنتكلم بقى على سنوات طويله الكرونيك بيحصل على مدى بعيد بس مش قوي يعني ممكن يحصل بعد شهر بعد اتنين بعد سنه لكن الديلي ده بيحصل لو في ظهر في نفس الشخص هيبقى على فتره زمنيه اطول بكتير قد تصل الى عشرات السنين كويس او يحصل في جيل جديد ما يحصلش بقى في الشخص اللي تناول الدواء نفسه لا يحصل في الجيل القادم بيحصل في الاجيال اللي بعد الجيل اللي اخد الدواء فاتمنى يكون الفرق بين الكرونيك وبين الديليد باين كرونيك يعني مزمن يعني بيحصل افتر لونج يوز وعرفنا بقى تولرانس وديبندنس وحاجه جديده سمعناها النهارده اسمها ايتروجينيك ديزيز الديليد لو حصل في نفس الشخص اللي بياخد الدواء هيظهر بعد فترة أطول بكتير قوي قد تصل زي ما قلت لك إلى عشرات السنين أو يحصل في الأجيال القادمة طيب مكتوب عندنا كده في الكتاب تايب دي ديليد افكتس يعني اثار جانبيه متاخره appearing يعني هتظهر after long time even after stopping the use of the drug حتى لو وقفت الدواء خلاص اللي حصل حصل جالي مشكلة والمشكلة دي مش هتتصلح بإيقاف الدواء عندنا بقى مثالين مشهورين جدا في الطب أو نوعين كبار قوي من الديليد إفكت نمرة واحد حاجة اسمها تيراتو سمعناها قبل كده صح؟ معناها تشوهات في الجنين لما الأم الحامل تاخد دواء معين يحصل حاجة اسمها تيراتو جينيسيتي يقولوا عليها ذا ابيليتي ذا قدره قدره الدواء ذا ابيليتي اوف ذا دراج تو انديوس فيتال مالفورميشن بص كده على النقطه نمره واحد تحت التراتيجينيسيتي مكتوب كده دراج شرطه انديوس يعني بسبب الدواء مش كده فيتال يعني جنيني ومال فورميشن معناها تشوهات كلمه فورميشن لوحدها معناها تكوين ومال ام اي ال معناها سوء تكوين معناها تشوه قبل ما انسى بس في العنوان مكتوب تراتوجينيسيتي وفي الكتاب مكتوب بين قوسين كده ديس مورفو, ديس مورفو زي ما قلت لك انا وانا طالب في سنه اولى كنت بشوف المصطلحات دي بقول يا رب ايه اللي دخلني طب بس بص كده هتلاقي جمله او كلمه ما هياش صعبه والله قوي دي ديس اللي هي دي واي اس معناها غير طبيعي كلمه أو المختصر ده بتاع الثلاث الشك... حروف دول دي واي اس دي في أي حاجة معناها غير طبيعي. ومورفو معناها شكل أنت عارفها مش كده؟ وجينيسيس معناها تكوين. جينيسيس معناها بناء أو تكوين. يبقى هي سوء تكوين مش كده؟ سوء تكوين في الشكل أو خلل في التكوين الشكلي. فما هيش كلمة تخضك ولا حاجة. طيب بص ارجع لنمرة واحد بقى كلمة تيراتوجينيسيتي معناها دراج إنديوست فيتال مالفورميشنز. خلاص؟ خصوصا امتى بقى especially when drugs are taken during the first trimester يعني ايه بقى يعني لو تاخدوا في اول ثلاث شهور من الحمل كلكم عارفين بقى اكيد يعني معلومات عامة مش بتاعت بقى طالب طب ولا حاجة ان الحمل تسع شهور مش كده في البني ادمين التسع شهور دول متقسمين كل ثلاث شهور كده اسمهم trimester كل ثلاث شهور اسمهم تراي تراي يعني ثلاثي ومستر يعني شهر خلاص يبقى في first ترايمستر اللي هو اول 3 شهور سكند ترايمستر اللي هو بقى الشهر الرابع والخامس والسادس وبعدين ايه ثيرد ترايمستر اللي هو ايه اخر 3 شهور السابع والثامن والتاسع دايما تكوين الجنين او تكوين الاعضاء بتاعه الجنين بتحصل في اول 3 شهور خلاص اللي يسموهم ايه بقى first ترايمستر لو الام اخذت دواء اثناء فتره الحمل في اول 3 شهور احتمالات يحصل تشوهات في الجنين ليها كم اسم بقى اسمها فيتال مالفورميشن ده الاسم يعني الدارج دلوقتي او يسموه فيتال ابنورماليتي فيتال ابنورماليتي صح خلل او غير طبيعي الاسم القديم تيراتوجينيسيتي قلت لك ساعتها كلمه تيراتوجينيسيتي جايه من كلمه لاتينيه اسمها تيراتوس اللي هو الوحش او الغول الحاجه اللي شكلها يخوف العيال ده وكلمه ديسمورفوجينيسيس عرفناها بقى يبقى إيه الامثله طبعا في عندنا يعني عشرات ومئات الامثله من الادويه اللي ممكن تعمل تشوهات كتاب القسم كاتب نمره سي انت بقى معلم انت في الحته دي بقى تيترا سايكلين مش كده تتراسيكلنز كانت بتشبك دايما في الكالسيوم اللي موجود في الاسنان والعظام فتعمل فيهم تشوهات يبقى دي معلومه اتقالت قبل كده كتير آه نمره ايه المثال بتاع نمره ايه ده اسمه ثاليدومايد مايد, ثاليدو مايد. الدواء ده كان يستخدم زمان كمهدئ ومنوم، أول ما طلع كده في أوروبا أعتقد في الستينات كده أو حاجة، استخدموه ناس كتير جدًا كمهدئ ومنوم وانتشر بشكل رهيب. اكتشفوا بعد كده إن في أطفال كتيرة قوي اتولدت عندها عدم وجود في الأطراف بتاعتها. يعني تلاقي كده الطفل اتولد من غير دراعات أو اتولد من غير ساق ساق يعني من اول كده من من منطقه الحوض وانت نازل كده مفيش حاجه او من عند الكتف كده مفيش مفيش ابر لمب مفيش دراع مفيش الطرف العلوي او السفلي بقى حسب فدي يسموها ايه بقى؟ يسموها فوكو ميليا فوكو ميليا يعني بين قوسين كده ابسنت لونج بونز يعني فشل تكوين العظام الطوله العظام الطويله اللي هي بتاعت الدراع وبتاعت الساق او بتاعة الرجل بقى بتاعة اللور لمب الطرف السفلي. يبقى دي حاجة كانت مشهورة جدا وحتى سموها في الطب ثاليدومايد ديزاستر سموها في الطب كارثة دواء اسمه الثاليدومايد. طبعا الدواء بقى بطلوا يستعملوه بعد كده يعني. المثال نمرة بيه دواء اسمه فينيتوين برضه ما هواش غريب والله عرفنا يعني ان هو بتاع صرع عرفنا ان هو لازم نقلل الجرعة لو في قلب من قليل. عرفنا ان هو هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر يعني عدت علينا كده كام معلومه فيه النهارده بس افتكر ان هو لما بيتاخد في الحوامل بص كده بيعمل حاجه اسمها هير هير اللي هي اتش اي ار اي مش شعر مش شعر هير اتش اي ار اي معناها ارنب معناها ارنب حيوان الارنب اللطيف اللي انت عارفه ده الهير يسموها بالعربي الشفه الارنبيه الارنب لو انت يعني اسعدك الحظ وقعدت تبص على على فم الارنب يعني هتلاقي الشفه العليا بتاعته معموله من ثلاث اجزاء كانها مشقوقه. كانها مشقوقه، احنا شفتنا حته واحده مش كده؟ الشفه بتاعت الانسان على بعضها مش متشققه يعني. الهير هتلاقي شفه الارنب كده متقسمه ثلاث حتت. فالطفل لما يتولد عنده هذا المنظر نتيجه ان هي الام اخذت اثناء الحمل دوا يقولوا عليها اتولد عنده حاجه اسمها هير الشفه الارنبيه دي على فكره علاجها جراحيا سهل جدا ما تخافش يعني لما الطفل يولد كده بيبقى شكله مفزع طبعا جدا لاهله لكن علاجه جراحيا في منتهى البساطه وممكن يحصل جنبها كده حاجه اسمها كليفت بالات البالت اللي احنا بنسميه بالعربي سقف الحلق لما تفتح فم المريض كده وتبص على السقف بتاعه مش على اللسان بقى على السقف من فوق كده بتاع الفم ده اسمه البالت بالانجليزي. الباليت برضه معمول دايما من جزئين كده بيلحموا في بعض، لو اثناء التكوين الجنين الام خدت دواء والبالت ما لحمش الجزئين بتوعه في بعضه تفتح فم العيان كده تلاقي سقف الحلق بتاعه فيه شقة مش مكتمل مش لازق في بعضه يقول عليك ليفت باليت. يبقى دول بقى الثلاث امثله بتوع التراتوجينيسيتي طبعا في مليون مثل غير دول لكن انت ملتزم بقى باللي موجود في كتاب القسم. كالعادة بقى هتلاقي للأسف المذكرة مش عارف والله أقول للأسف ولا إيه خليها بعدين بقى يمكن تنفع هتلاقي المذكرة فيها سبع أمثلة. فيهم الفينيتوين اللي هو نمرة واحد اللي بيحب يذاكر من مذكرة، الفينيتوين وتترا سايكلين اللي هو نمرة ثلاثة والثاليدومايد اللي هو نمرة سبعة. طيب ده بالنسبة للعيب اللي اسمه تيراتوجينيسيتي العيب الثاني تحت عنوان ميوتاجينسيتي ميوتاجينسيتي. هي ميوتيشن دي بالعربي معناها طفره في الجينات مش كده؟ يحصل خلل في الجينات نتيجه بقى تعرض لاشعه نتيجه تعرض لالتهابات فيروسيه نتيجه مشكله وراثيه جايه من احد الاباء المهم كلمه اسمها ميوتيشن معناها طفره جينيه وكلمه ميوتا جينيسيتي معناها ان الدواء ممكن يؤدي الى طفره جينيه. وبالتالي كلمه كارسينوجينيسيتي مفهومه انها الدواء ممكن يؤدي الى كانسر. ده ممكن يؤدي الى سرطان مش عايز اطلع بره الكتاب ومش هطلع والله حتى لو في حاجه بقى في المذكره ماليش دعوه بيها بقى بس ما عندناش امثله في المنهج على ميوتاجينيسيتي ميوتاجينيسيتي والمثل بتاع الكارسينوجينيسيتي المثل بتاع الماده اللي ممكن تعمل سرطان ما هواش دواء هو التوباكو سموكينج التبغ تدخين السجائر تدخين السجائر بيعمل انواع كتيرة جدا من السرطانات مشهور فيها سرطان في الرئة اسمه برونكوجينيك كارسينوما طيب يا ترى بقى اللي بيدخن ده عشان ما نرجعش ننسى طيب دي ده كان بيحصل كان بيحصل متأخر قوي مش كده على مدى سنين ويفضل هذا العرض الجانبي موجود حتى لما وقف الدواء مش كده يا اما يحصل في الجيل الجديد زي مثال كده ايه تشوهات الجنين يبقى اذا الكارسينوجينيسيتي هتحصل بعد سنين طويله اللي بيدخن سجاير يجي يقول لك انا بقالي 20 سنه ولا 30 ولا مش عارف كم سنه بشرب مش عارف كم علبه في اليوم جاي لك بسرطان سرطان بقى بتاع الرئه اسمه برونكوجينيك ساعات بقى بيجي سرطان في اللسان سرطان في في الحنجره ايا كان بقى يا ترى لما وقف التدخين السرطان هيخف مستحيل فده المقصود بكلمه ايه بقى ديليد افكت تمام يبقى خلصنا كده من تايب دي خلص ان شاء الله قربنا نخلص بقى الادفيرس دراج ريأكشنز النمره خمسه بعد كده اسمه تايب اي تايب اي اللي هي كلمه اي e بقى اختصار اند اوف يوز اند اوف يوز في بعض الكتب يا شباب بيسموها اند اوف دوز يعني بانتهاء الجرعه المهم بقى اسمها اند اوف يوز او اند اوف دوز ماشي الاثنين صح برده هتحصل امتى؟ بتحصل بص كده مكتوب ذيس ار افكتس اوف سادن ستوب اوف ذا دراج صح مكتوب كده في الكتاب ذيس ار افكتس اوف سادن ستوبينج اوف دراج يوز طب ده انا لسه فاكر النهارده لسه في في الحلقه بتاعتنا دي النهارده فاكر كده كان في ادويه بتعمل ادمان صح فاكرين يا شباب والله وبنات كلكم شاطرين الادمان ده كان اسمه ايه سايكيك اند فيزيكال ديبندنس كنت بعرف ازاي ان الشخص ده ادمن الماده دي لما كنا بنعمل ايوه كده صدن ستوب او صدن وذرو لو انا وقفت هذه او هذا الدواء او هذه الماده اللي اتعودنا عليها وادمناها فجاه يحصل اعراض انسحاب اعراض عنيفه اسمها withdrawal سيندروم او اسمها بين قوسين ابستيننس سيندروم اعراض الانسحاب او اعراض التوقف عن الدواء وقلنا مثال المورفين فاكرينه المورفين كان مسكن وكان بيقلل ضربات القلب ويقلل الضغط ويضيق ويوس... حدقة العين ويعمل كونستيبيشن لو انا ادمنت المورفين ووقفته فجاه يحصل اعراض سميناها الويذدروال سيمتومز واتفقنا ان هي عكس شغل الدواء تقريبا كتاب القسم بقى كتب كده نمره واحد تحت عنوان تايب اي رجع فكرك تاني بالابستنس سيندروم يحصل امتى اوف addicting دراجز لو عملنا سادن ستوب اوف addicting دراجز الادويه التي تدمن مش كده وداني مثال مورفين ده خلاص شرحناه مثال تاني اسمه الكوكين الكوكاين الكوكاين ده ناس بتشموا كده آه عن طريق الـ 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 الانف يعني والباربيتوريد ده دواء منوم اللي هو انت سمعت مره عن دواء فيه اسمه فينو باربيتون او اسمه فينو باربيتال لو تفتكروا قلت لك الاون والال شبه بعض يعني نفس الاسم الدوائي يعني التلات حاجات دول معروف عنها انها بتدمن لو انا عملت سادن ستوب ليهم هيجي لي اعراض اسمها ابستيننس سيندروم يبقى دي الاند اوف يوز هنا مكرر نمره اتنين مشكله اسمها اكيوت اديسونيان كرايسيس على مهلنا بقى اكيوت يعني حاد مش كده هيحصل فجاه واديسونيان نسبه الى شخص اسمه اديسون نسبه الى عالم اسمه اديسون كويس فيقولوا عليه اديسونيان هو اللي وصف الحاله دي وكلمة كرايسيس معناها أزمة باللغة العربية كده معناها أزمة. طيب إيه بقى الأزمة الحادة اللي بتحصل اللي وصفها الأخ أديسون ده بقى؟ الناس اللي بتاخد ستيرويد ثيرابي بص كده في الكتاب مكتوب أوف كرونيك ستيرويد ثيرابي يعني عايز يقول لي إيه بقى؟ وخلي بالك معايا إن شاء الله عشان إيه فرصة للترجمة لأن المواضيع دي لسه بدري عليها في الفارماكولوجي. الأستيرويد آه مقصود بيها مثالا يعني الكورتيزول اللي احنا سمعناه من شويه فاكر لما قلت لك لما ناخد كورتيزول من بره فتره طويله العيان يظهر عليه اعراض مرض اسمه كوشنج اللي قلت لك وشه كده بيبقى مدور والجزع بتاعه والبطن فيها دهون كتيرة كده ومقلبز قوي كده لكن تلاقي الدراعات والساقين فيهم نوع من الضمور كويس ده كان اسمه كوشنج صح ده نتيجة استخدام الكورتيزول كدواء طيب يبقى كلمة استيرويد ثيرابي دي او كرونيك ستيرويد ثيرابي عايز يقول لي ان الشخص ده بقاله فتره طويله بيعالج بالستيرويد اللي هو يساوي بالنسبه لي النهارده كورتيزول طيب انا عمال اخد كورتيزول من بره انا عندي مشكله في المناعه بتاعتي فعمال اخد كورتيزول عشان ده اللي بيهبط المناعه او بيصلح مشكله المناعه اللي عندي هو بيهبط المناعه فبيصلح امراض كده فيها خلل في المناعه مثلا يعني طيب عمال اخد كورتيزول بقالي سنه واتنين وتلاته وبعدين لسبب او لاخر وقفت الكورتيزول فجأه. وقفت الكورتيزول فجأه. ادخل في مشكله تساوي بقى عشان نخلص منها دلوقتي نقص حاد في الكورتيزول في جسمي. يبقى كلمه اكيوت اديسونيان كرايسيس هي ازمه حاده وصفها الاخ الاخ اديسون وسببها ان انا كنت بتعالج بالكورتيزول بقالي فتره اللي هو سميناها كرونيك ستيرويد ثيرابي وبعدين عملت سادن ستوب. عملت صدن ستوب اوف ستيرويد وقفت الكورتيزول فجأه مش بالتدريج فحصل عندي رد فعل في جسمي كده اعراض ما تهمكش بقى دلوقتي خالص اسمها اكيوت اديسونيان كرايسيس حصلت لما وقفت الدواء مفهوم يا جماعه؟ يبقى عشان يطمئن قلبي انا مش شايفكوا بقى للاسف بس عشان يطمئن قلبي كلمه كوشنج اللي انت سمعتها بتحصل نتيجه استخدام الكورتيزول طول ما انا عمال ادي كورتيزول العيان عمال يحصل له اعراض اللي هو وشه عمال يكبر كده ويتنفخ والجزع وي 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 بتاعه يبقى مليان شحوم ودهون واطرافه فيها دمور وعنده ضغط وعنده سكر وعنده كل البلاوي دي ده اسمه كوشنج ده بيحصل مع استخدام الكورتيزول طب يحصل ايه بقى لو انا وقفت الكورتيزول في الشخص ده فجاه كده يحصل له حاجه اسمها نقص حاد في الكورتيزول اسمها بقى في الطب ايه اكيوت اديسونيان كرايسيس بتحصل للمره الاخيره بعد ما نعمل صدن ستوب العيان كان بياخد استرويد اللي هو بين قوسين كورتيزول لفترات زمنيه طويله عشان كده انت عرفت يمكن القانون دلوقتي بقى لما اجي اوقف الكورتيزول في الشخص اللي بيستعمله كتير لازم اوقفه تدريجي يعني كنت اسالكوا السؤال ده لو كنا سوا بس انت اكيد فهمتني العيان اللي بياخد كورتيزول لفتره زمنيه طويله لو وقفناه فجأة هيدخل في أكيوت أديسونيان كرايسيس قد تكون قاتلة في العيان فلازم لما قرر أوقف الكورتيزول أوقفه تدريجيا يعني بدل ما كان بياخد ثلاث أقراص أخليهم قرصين وبعد كده أخليهم قرص وبعد كده أخليهم نص قرص وهكذا عشان ما دخلوش في المشكلة بتاعة الأكيوت أديسونيان كرايسيس ثالث مشكلة مش هقدر أشرحها لك بقى دلوقتي دي لما ناخد إن شاء الله أوتونوميك لما ناخد إن شاء الله أوتونوميك مكتوب نمرة ثلاثة كده worsening of existing disease يعني ايه يعني في مرض اوريدي موجود existing disease يعني مرض موجود مش كده مرض في العيان بقى خلاص ده عنده ضغط مثلا او عنده ذبحه او ايا كان وانا بسبب تعاملي مع الدواء الخاطئ عملت worsening of this disease ازدادت او ازداد المرض الموجود سوءا so بص كده معايا واتمنى ان شاء الله انا عارف انها هتبقى صعبه ومحتاجه شرح لكن ما اقدرش اشرح لك بقى النهارده بيتا بلوكرز وما اقدرش اشرح لك دواء اسمه كلونيدين بس مع بعض كده على قد ما نقدر. في مجموعه ادويه اسمها بيتا بلوكرز. كويس؟ سهله دي؟ انت سمعت يمكن مره كده عن دواء اسمه بروبرانولول صح؟ اشهر واحد في المجموعه دي بيقفل ريسبتور على القلب اسمه البيتا 1 ريسبتور. طيب المعلومه اللي عايز اقولها لك النهارده ان البيتا بلوكرز دول بيعالجوا مرض اسمه بالعربي الذبحه الصدريه سهله البيتا بلوكرز موصوفين في علاج المريض اللي عنده بالعربي ذبحه صدريه وبالانجليزي اسمها انجينا بيكتوريس انجينا خليها انجينا اي ان جي اي ان اي انجينا يبقى بالعربي معناها ذبحه صدريه الم شديد كده بيحصل في منطقة الصدر مع المجهود خلاص لو سيادتك بتدي هذا المريض بيتا بلوكر عشان تعالجه من الانجينا بيكتوريس دي وجيت وقفت البيتا بلوكرز فجأة هيدخل في مشكلة أسوأ بص كده في الكتاب هتلاقي مكتوب لك سهم كده يؤدي إلى مايوكارديال انفاركشن يعني إيه مايوكارديال انفاركشن يسموها بالعربي احتشاء عضلة القلب طب انتوا أظن خدتوا باثولوجي يحصل نيكروزس في عضلات القلب عضلات القلب بالبلدي بقى خالص بقى تموت كويس يبقى انا كان عندي مرض اسمه الذبحه الصدريه انجينا بيكتورس صح كده وانت دكتور قلب شاطر بقى كتبت لي دواء من مجموعه البيتا بلوكرز كعلاج للذبحه الصدريه لو انا كمريض او سيادتك بقى كطبيب مش فاهم للاسف يعني ان شاء الله هتطلعوا كلكم فاهمين بس لو حصل باي نصيحه من اي حد ستوب اوف ذا بيتا بلوكرز بدل ما كان عندي مرض اسمه الذبحه الصدريه مجرد الام بتحصل لي مع المجهود لا ده انا المرض بتاعي بقى أسوأ دخلت فيه نكروزس دخلت فيه انفاركشن دخلت فيه ضمور او ما يسمى بقى بال بالدمج. عضلة القلب جزء فيها تدمر وتحول إلى نسيج ميت يبقى بالله عليك مش كده احنا عملنا worsening of existing disease مش احنا كده كان عندنا مرض وحولناه إلى مرض أسوأ بس عملناها إمتى بقى لما عملنا sudden stop of the drug خلاص طيب اللي بعدها ومكتوب كده في آخر سطر and clonidine تأسف <applause> يا شباب كلونيدين كلونيدين الدواء اللي مكتوب عندك ده دواء بيعالج الضغط الدم المرتفع دواء بيعالج الهايبر تنشن بالانجليزي بقى دواء يتاخد في علاج مرضى الضغط المرتفع كويس يعني الهدف منه ان انا اقلل الضغط خلاص لو انا جيت اديت للعيان كلونيدين عشان اعالج ضغطه وقعد شويه كده ياخد الكلونيدين وبعدين وقفته فجاه ضغطه هيرجع يعلى اسوا من الاول يبقى هو كان العيان جاي لك بضغط مرتفع صح فانت كتبت له دواء اسمه كلونيدين عشان توطي الضغط لو انت جيت بعد فترة استخدام للكلونيدين دي ورحت موقفه فجأة ضغطه هيعلى اكتر من الاول يعلى حتى اكتر من ما قبل اعطاء الدواء يبقى انت عملت ايه كان عنده مرض موجود اهو اسمه existing disease اللي هو الهايبرتنشن صح وانت لما وقفت دواء الضغط فجأة عملت له worsening عملت زيادة في سوء الدواء المرض ازداد المرض سوءا خلاص يبقى ده يقول عليه worsening of an existing disease قبل ما اقول بقى تايب اف ده بسرعه بقى كده احنا اخدنا ايه النهارده احنا بنتكلم النهارده على تكمله تايب سي في الادفيرس دراج رياكشن صح اللي سميناها كرونيك كان عندنا حاجه سميناها تولرانس شرحناها بالتفصيل وقلت لك دي من الحاجات المهمه في الاسئله وعندنا حاجه ثانيه تحت عنوان تايب سي اسمها دراج ديبندنس الاعتماد على الدواء صح ورجعنا قسمنا الاعتماد ده الى حاجتين حسب كتاب القسم حاجه اسمها بيتويشن يعني اعتماد نفسي فقط لا غير زي القهوه والشاي لو انا وقفت الدواء الماده دي فجاه لو وقفت القهوه والشاي فجاه ما يجيليش اعراض انسحاب كل اللي هحس بيه مجرد حنين واشتياق ورغبه في الماده اللي انا متعود عليها اللي سميناها سايكيك كريفنج بالمناسبه سايكيك بتكتب اولها بي بس البي لا تنطق النوع الثاني من التعود من ال... من ال... من الاعتماد الدوائي اسمه اديكشن اللي هو الادمان هنا بقى في سايكيك والاسوا بقى في ايه فيزيكال ديبندنس هعرف ازاي ان ده ادمان لو عملت سادن ستوب اوف ذا دراج يحصل اعراض عنيفه على فكره ده ممكن تموت والله اسمها withdrawal symptoms او سيندروم او يسموها abstinence سيندروم بتبقى في معظم الحالات عكس شغل الدواء وقلت لك مثال بقى ايه المورفين وكتاب القسم كاتب لك الامفيتامين والايثانول وغيره نمرة ثلاثة تحت عنوان الكرونيك كان اسمه اياتروجينيك ديسيز انا ما عنديش مرض بس جالي المرض ده لما استخدمت الدواء يسموه دراج انديوس ديسيز وقلنا مثل مش حلو قوي اللي هو استخدام دواء اسمه كلور برومازين اللي بيعالج الفصام لفترات طويلة يعمل مرض اسمه الشلل الرعاش اللي هو الباركنسونيزم والحلو قوي بالنسبة لي في الأمثلة استخدام الكورتيزول فترات طويلة يعمل لي مرض مميز قوي اسمه كوشينج سيندروم بدان بسبب الدواء يبقى هيتقال عليه دايما قبل كلمة كوشينج أو قبل كلمة باركنسونيزم كلمة اياتروجينيك وقلت لك المثل الثالث الأكثر انتشارا لو استخدمت أسبرين فترات طويلة يحصل اياتروجينيك بيبتيك ألسر بعد كده بدأنا نتكلم على تايب اسمه تايب دي إن شاء الله يكون واضح استعمال الدواء فترات زمنية طويلة جدا أطول بكتير من تايب سي كويس وهذا العرض الجانبي مش هيتصلح لما وقف الدواء وقد يحدث هذا العرض الجانبي في الأجيال القادمة وليست في الشخص اللي أخذ الدواء نفسه وعرفنا المثلين أو الاحتمالين يا إما تشوهات في الجنين تيراتوجينيسيتي وقلنا الأمثلة يا إما ميوتاجينيسيتي أو كارسينوجينيسيتي يكون الدواء بيتسبب في طفرات أو يتسبب في سرطانات وقلنا المثال بتاع التدخين طيب إيه أعراض جانبية لن تظهر إلا لما نعمل صدن ويدرول. وقلنا ليها ثلاث احتمالات الأبسلان سيندروم بتاع أدوية الإدمان الناس اللي كانوا بياخدوا ستيرويد يعني كورتيزول فترات طويلة ووقفناه فجأة يحصل حاجة اسمها أكيوت أديسونيان كرايسيس والمثل الثالث ان يكون عندي مرض اوريدي موجود زي الضغط او زي الذبحه ولما وقف الدواء اللي بعالج بيه هذا المرض المرض يزداد سوءا وقلنا مثال البيتا بلوكرز بتعالج مرض اسمه الذبحه الصدريه انجينا لو وقفت البيتا بلوكرز في مرضى الانجينا فجاه يجي لهم مرض اسوا اسمه الميكارديال انفاركشن اللي هو جزء من عضله القلب بيحصل له نيكروزس او ديث وقلنا الكلوني دين بيعالج الضغط المرتفع لو وقفته فجأة هيرجع الضغط يعلى أسوأ من الأول آخر نوع وآخر مرة هقولك إن أنا مش مقتنع بيها بس أنت هتذاكرها بقى حاجة اسمها تايب اف Failure of Therapy الدواء فشل في علاج المرض ليها احتمالين وبالعربي كده عشان ان شاء الله يبقى الموضوع واضح كلمة primary failure معناها الدواء فشل في علاج المرض منذ اول جرعة او منذ اول يوم في استعماله تاني لما اقولك لك primary failure يبقى الدواء فشل من البداية العيان لما ادينا له الدواء من, من ساعة ما بدأنا نستخدم الدواء مفيش اي استجابة للدواء فيسموها primary failure امال ايه secondary failure بقى بالعربي معناها العيان استجاب فترة للدواء الدواء عمل شغل كويس لفترة زمنية وبعد كده ما عادش بيشتغل يعني الدواء ليه الاول الاكشن كان موجود وبعد كده انتهى مفعوله لكن البرايمري ده من اول يوم بقى الدواء فاشل طيب هو غالبا مش الدواء اللي فاشل والله غالبا الدكتور هو اللي فاشل هقول لك دلوقتي ان شاء الله ايه سبب البرايمري فيلير بقى بص كده مكتوب في الكتاب primary failure مديك سببين السبب الاول جينيتك كوزز جينيتك كوزز يعني خلل في الجينات بتاعه هذا المريض الجينات بتاعه المريض فيها حاجه غلط كويس اللي احنا سميناها لو تفتكر في الاعراض الجانبيه مصطلح مهم أوي كان اسمه ايديو reaction رياكشن ايديو كويس وكتاب القسم كاتب لك جنبها ديو تو ابنورمال كاينيتكس اور داينامكس ومش مفسر بقى يعني العيان ده عنده مشكله في الجينات ومشكله الجينات دي خليته بالتبعيه عنده مشكله يا اما في الفارماكو كاينيتكس بتاعه الدواء يا اما في الفارماكو داينامكس بتاعه الدواء طب هقول لك مثال من تاليفي لان انا زي ما بقول لك الحته دي لما باجي اشرحها ما ببقاش مقتنع بيها فيعني هالف لك بقى حاجه ايه بقى يكون عندي خلل في الجينات عامل لي مشكله في الكينيتكس؟ هقول لك فرضا فرضا كده في دواء محتاج عشان يحصل له امتصاص من الجي اي تي محتاج كارير. خلاص؟ في دواء عشان يمتص من الجي اي تي ويدخل على الدم محتاج كارير. وبالتالي المعلومه دي مش غريبه علينا يعني. طيب الكارير ده عشان يتصنع الكارير ده عباره عن بروتين فعشان يتصنع لازم يكون عندي جين سليم يصنع هذا البروتين. صح؟ افرض بقى انا عيان عندي الجين ده فيه خلل الجين ده مش موجود الجين ده بايظ فمش هقدر اصنع الكارير ولو ما قدرتش اصنع الكارير مش هقدر امتص الدواء ولو ما عرفتش امتص الدواء الدواء مش هيشتغل خلاص يبقى ده مثال من تاليفي حالا والله ده لسه متالف دلوقتي حالا جاهز طازه يعني العيان اللي اديته الدواء والدواء من اول يوم فشل في انه يعالج هذا المريض سميناها برايمري فيلير ليها كام تفسير؟ اتنين التفسير الأول يكون في خلل في الجينات. عامل إيه خلل الجينات؟ عامل مشكلة في الكاينيتكس بتاعة الدواء أو في الداينامكس. طب مثال الكاينيتكس أهو قلته لك. إن أنا عشان أشتغل بالدواء ده لازم عشان يمتص من الجي محتاج كارير والكارير ده محتاج يكون في جين سليم عشان يصنع لي انا عندي خلل في الجين فما عنديش الكارير فمش قادر امتص الدواء فلو لي عن طريق الفم مش هيشتغل يبقى ده برايمري فيل من اول يوم كده مش هنشتغل امال ايه خلل في الداينامكس مش عارف بس تاليفه برضو هفترض ان الدواء ده بيشتغل كاجونست على ريسبتور معين الدواء الفلاني ده بيشتغل كاجونست على ريسبتور كويس والريسبتور ده عباره عن ايه يا حبايبي عباره عن بروتين فلازم يكون عندك جين سليم مسؤول عن تكوين هذا البروتين اللي هو الريسبتور هفترض معاك بقى ان الجين بتاع المريض بايظ فمش عارف يكون الريسبتور ده فلما اجي ادي الدواء اللي بيشتغل على الريسبتور مش هيلاقي اصلا حاجه يشتغل عليها يبقى ساعتها فشل الدواء فشل وفشل من البدايه فيسموه برايمري فيلير اتمنى تكون التاليفتين دول ايه نالوا اعجابكم يعني التفسير التاني بقى حاجة اسمها باثو فيسيولوجيكال كوزس باثو فيسيولوجيكال يعني في حاجة مرضية لها علاقة بالفيسيولوجي بتاع جسمك يعني ايه بقى؟ كلكم يمكن عارفين من البايو اتمنى ان شاء الله انتوا عارفين في نوعين من مرض السكر دايبيتس ميليتس ده في منه نوعين يسموه تايب 1 اللي هو صفر انسولين البنكرياس بتاعه غير قادر نهائيا على افراز الانسولين. خلاص؟ وده علاجه انك تديله انسولين كتعويض، ده يفضل طول عمره بقى ياخد انسولين كدواء. وفي نوع تاني اسمه تايب 2. تايب 2 ده بيبقى لسه الانسولين عنده قدره، لسه اسف البنكرياس عنده قدره ان هو يطلع انسولين منه، لسه البنكرياس في امل يقدر يطلع شويه انسولين، بس عايز حاجه تحفز خروج الانسولين. عايز دواء من بره كده ينشطلي افراز الانسولين من البنكرياس طيب احنا متفقين بقى تايب 1 ده عنده حاجه اسمها ابسوليوت ديفيشينسي اوف انسولين تايب 1 عنده كده ابسوليوت ابسوليوت يعني مطلق مش كده وديفيشينسي يعني عنده نقص مطلق في افراز الانسولين يعني ما عندوش خلايا اصلا تطلع حاجه خلاص البنكرياس بتاعه الخلايا اللي اسمها بي سيلز دي او البيتا سيلز اتدمرت وفي نوع تاني اسمه تايب 2 لسه لا يزال البنكرياس قادر على افراز الانسولين. طيب اللي بعدها بقى النقطه اللي بعدها قبل ما نبص في الكتاب حالا في عندنا مجموعه ادويه في الطب في علاج الديابيتس اسمها انسولين سيكريتاجوجز انسولين انسولين خلاص الهرمون مش كده؟ وسيكريتاجوج يعني منشط لافراز الانسولين. في عندنا ادويه في الطب كده ما هياش انسولين في حد ذاتها هي لما المريض بياخدها بتروح على البيتا سيلز بتاعت البنكرياس وتحفز افراز الانسولين اسمها ايه بقى انسولين سيكريتاجوجز حلو كده انا هسالك بقى وانا واثق ان انت هتجاوبه صح يا ترى انهي نوع من الديابيتس اللي ينفع اعالجه بالانسولين سيكريتاجوج انهي نوع في مريض السكر اللي اقدر اديله دواء يحفز افراز الانسولين يا ترى تايب 1 ولا تايب 2 اكيد تايب 2 صح تايب 1 ده الانسولين بتاعه مش موجود اصلا الخلايا اللي بتصنع الانسولين اتدمرت ما عندوش قدره ان هو يطلع انسولين من تدي تديله حاجه تحفز افراز الانسولين من هنا للسنه الجايه مفيش اي استجابه اللي هيستجيب مين بقى اللي عنده تايب 2 لان لسه البنكرياس بتاعه عنده قدره انه يصنع انسولين بس محتاج منشط او محفز لافراز الانسولين كل الكلام ده المقصود ايه بقى انت جالك عيان عنده سكر كويس توقعت ان هو تايب 2 توقعت ان هذا المريض عنده تايب 2 دايابيتس فرحت كاتب له انسولين سكريتاجوج بس طلع <applause> في واقع الامر إن هو عنده تايب 1 مش تايب 2 يا ترى ساعتها الأنسولين سكريتاجوج هيشتغل ولا مش هيشتغل؟ لا هيفشل طبعاً لأن هو شغلته إنه يطلع أنسولين من البنكرياس وتايب 1 زي ما اتفقنا ما عندوش قدرة نهائياً على تصنيع وإفراز الأنسولين. طب يا ترى هيفشل بعد شوية ولا هيفشل من أول يوم؟ لا هيفشل من أول يوم. تايب 1 ده لو اديته أنسولين سكريتاجوج هيفشل من أول يوم فده يقولوا عليه برايمري فيلير. يبقى تاني كده بقى ان شاء الله مع بعض انا بشرح عشان خطرك والله بشرحها عشان خاطركم والله تايب اف اللي هي بين قوسين فيلير اوف ثيرابي فيها احتمالين برايمري فيلير الدواء فشل في علاج المريض منذ اول يوم لها سببين او لها تفسيرين يا اما اسباب جيناتك اسباب وراثيه اللي قلت لك عليها بقى التاليفه بتاعه الكارير والتاليفه بتاعه الريسبتور والكلام ده كاتب لك كده في الكتاب جينيتك كوزس يساوي ايديوسينكراتيك رياكشن رد فعل غير طبيعي due to abnormal kinetics or dynamics بسبب حاجه خلل في الكاينيتكس زي ما قلنا مثال الكارير او خلل في الداينامكس زي ما قلنا مثال الريسبتورز اللي مش موجوده دي الاحتمال الثاني باثوفسيولوجيكال كوزز وكاتب لك ايه بقى فيلير اوف انسولين جوجز ان تريتمنت اوف تايب 1 دايابيتس يعني انت غلطت انت اللي غلطت بقى وديت العيان اللي عنده تايب 1 اديته حاجه تحفز افراز الانسولين وهو اصلا ما عندوش قدره على تصنيع وافراز الانسولين. وكاتب لك اخر السطر بقى ديو تو ابسوليوت ديفيشنسي في آه نقص مطلق في الاندوجينس انسولين في الانسولين الذاتي الانسولين الداخلي بتاع العيان. تمام هتكون واضحه ان شاء الله. كلمة بقى سيكندري فيلير يعني استعملته شوية وبعدين الدواء ما عادش بيجيب نتيجة، أنت لما تفكر فيها بقى هي هي نفس معنى كلمة تولرنس، صح؟ إن الدواء جاب نتيجة في الأول وبعد كده ما عادش بيجيب نتيجة، مش هي دي كانت معنى تولرنس ديكريزد أو فيلد ريسبونس تو ذا drug يبقى هو سيكندري فيلير ده يساوي تولرنس. عرفت ليه بقى؟ في الكتب الكبيرة ما بيحطوش تايب اف بس خلاص بقى إحنا عرفناها وعرفنا تايب اف ده ليه إحتمالين. طبعا جزء دراج انتراكشن ده زي ما قلت لك ان شاء الله قد يفسر ليه الدواء ما عادش بيشتغل يعني كنت باخد الدواء لوحده كان بيشتغل اخدت معاه دواء مضاد ليه ما عادش بيشتغل لكن اقصد عنوان الدراج انتراكشن اللي موجود في الكتاب في صفحه 23 و24 و25 ده مؤجل لحد باذن الله اخر موديول في الفارماكولوجي في سنه ثالثه وعليك خير انا بس قلت لكم مع بعض كده صفحه 25 فيها اخر عنوان اسمه تايبس اوف انتاجونيزم ده شرحناه مع بعض وده اقراه من الكتاب او من المذكره زي ما تحب جمعنا كده انواع الانتاجونيزم واحنا بنتكلم على الفارماكو داينامكس ده مهم لكن كل الكلام الباقي ده عباره عن تجميع تقريبا كل الادويه اللي هتعدي عليك في الفارماكولوجي فلسه بدري عليه قوي وهو في سنه ثالثه بيؤجل لاخر محاضره في سنه ثالثه فبالنسبه لك ان شاء الله هيبقى نفس الايه المنطق اتمنى ما تكونش النهارده بقى حصه صعبه ولا طويله ولا صغيره برضو الناس عماله تقول لي يعني مش مهم المهم ان انتوا تكونوا متابعين ومبسوطين واحنا كده فضلنا موضوع اخير ان شاء الله في الموديول بتاع 103 نقوله برضو ان شاء الله على مهلنا انا ما اعرفش الناس مستعجله على ايه والله احنا مش عارفين احنا امتحاناتنا امتى ولسه الكلام على ان كل الموديولز هتتاجل مع الفاينل و... فمحناش يعني مضغوطين بحيث ان احنا عمالين ايه نجري احنا كنا مضطرين نضغط عليكم في الحصص عشان نخلص لكن اعتقد ربنا فرجها علينا فنستفيد بقى بفرج الله ده وناخد المواضيع بقى على راحتنا هيبقى عندنا موضوع اخير ان شاء الله اللي هو من الموضوعات برضو المهمه في الفاينل اللي بنسميه فاكتورز affecting ذا دوز اند اكشن اوف ذا درجز وده هنذاكره من الكتاب من الكتاب لان ده كان ليه ورق لوحده ما نزلتوش في السنتر لسه كان على اعتبار ان احنا هننزله لكن في الكتاب يعني مطالبين بيه وهتريح دماغك ومش هقعد اقول لك بقى دي مؤجله ودي ملغيه ودي بعدين هو بقى الكتاب كده بحذافيره هو المطلوب مننا ان شاء الله واطمنك يعني ان هتلاقي فيه معلومات كتيره قوي عدت عليك يعني جزء كبير جدا من الكلام هيبقى مكرر كانه مراجعه لما سبق ده نبدا بقى ان شاء الله في التسجيل الجاي بتاع بكره ان شاء الله وبرده كالعاده كده تحت امركم في اي سؤال محدش يقلق من الاسئله ومعلش انا بس بعتذر لو ساعات الرد بتاعي كان بيبقى يعني مش مش لطيف قوي بس انا والله ما ببقاش قاصد يعني انا ببقى حريص ان انا بس لما الاقي السؤال اجابته في التسجيل بقول لك اسمع التسجيل من غير من غير ما نزعل يعني لكن يعني برضو انا تحت امركم في اي سؤال ان شاء الله وان شاء الله كده ربنا يجمعنا على خير قريبا وربنا يعني كده يحفظكم من كل سوء ان شاء الله انتم كل احبائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته